بدها عيارة وعيارة وخلق وعيارة وعيارتي عدتك وبدها عيارة وعيارة وخلق وعيارة وعياري عالور سمديلة عروني نديلة عيارتا 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 عروني نديلة عيارتا وعياري عالور سمديلة عروني نديلة عيارتا 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 عروني نديلة عيارتا عسان هكذا عيارتا وعياري عراضة قريبة عيارتو عيارتا عيارو عقتاد النسيب بكوعي البح ما هي لأنبا العرابي ساقوشة منو قلبا كوعويني ساقوبكا بدون باع الفندون عيارتا بدون باع التاريخ ذا عيارتا بدون باع التاريخ ذا عيارتا بدون باع التاريخ ذا عيارتا عسان هكذا عيارتا وعياري عراضة قريبة عيارتو عيارتا عيارو عقتاد النسيب كوعي البح ما هي لأنبا العرابي ساقوبكا منو قلبك وعويني ساقوشا بدون باع الفندون عيارتا بدون باع التاريخ ذا عيارتا بدون باع التاريخ ذا عيارتا بدون باع التاريخ ذا عيارتا عيدين لكو ديلا عيارتا شروعكو ميارا عيارتا عيارا عيارا عمامة دور عيارا عيارتو يداي عيارا 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 مبوسكو عيارا عيدين لكو ديلا عيارتا شروعكو ميارا عيارتا عيارا عيارا عمامة دور عيارا عيارتو يداي عيارا 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 مبوسكو بدون بال التاريخ ذا عيارتا
ciyaarta shuruuc ku ciyaara ciyaarta ciyaara ciyaara imaamada dawra ciyaara ciyaartoyday ciyaara 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 mamuusku ciyaara ciyaarna ku dheela ciyaarta shuruuc ku ciyaara ciyaarta ciyaara ciyaara imaamada dawra ciyaara ciyaartoyday ciyaara 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 mamuusku ciyaara. عسان هكذا
هذا عيارتا وعيار عراد كريبا عيارتو يعيارتا عيارو عكت هذا نسيب بكوعي البح ما هي لامبا لعرابة يساقوشا منو قلبك وعوي ليسا كوبكا بدون باع الفندونا عيارتا بدون باع التاريخ ذا عيارتا بدون باع التاريخ ذا عيارتا بدون باع التاريخ ذا عيارتا عسان هكا غاد العيارتا وعيار عراد كريبا عيارتو يعيارتا عيارو عكتا دا نسيب كوعي البح ما هي لامبا لعرابة يسا كوبكا منو قلبا كوعوين يسا كوشا بدون باع الفندور عيارتا بدون باع التاريخ دا عيارتا بدون باع التاريخ دا عيارتا بدون باع التاريخ دا عيارتا عيدين لكو ديلا عيارتا شروعكو عيارة عيارتا عيارة عيارة عمامة دور عيارة عيارتو يداي عيارة 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 مموسكو عيارة عيدين لكو ديلا عيارتا شروعكو عيارة عيارتا عيارة عيارة عمامة دور عيارة
kubada ayara ayara fuku ayara wa ayarti aqte kubada ayara wa ayara fuku ayara wa ayari alor samidela aroni nadela ayarta 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 aroni nadela ayarta وعياري عالول سميديلا عروني نديلا عيارتا 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 عروني نديلا عيارتا عسان هكذا عيارتا وعياري عوادة كريبة عيارتو يعيارتا عيارو عقتاذا نسيب بكو عيلبح مهي لأنبا لعرابي ساقوشة منو قلباكو عويني ساقوبكا بدون باع الفندون عيارتا بدون باع التاريخ ذا عيارتا بدون باع التاريخ ذا عيارتا بدون باع التاريخ ذا عيارتا عسان هكا غادا عيارتا وعياري عولادك الرهبة عيارتا 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 yarta suruq yara yarta yara yara imam dadawr yara yarta iday iyara yara yara musku yara idan kulela yarta suruq yara yarta yara yara imam dadawr yara yarta iday iyara yara yara musku yara وبلده هيلان ينقال وفينا وكا سنة سنبقون كودي اللباتان قبلك نقال وحا وكسو بحي سنبقنا لكي حلقة في جدة عدتا قبلك مركز عين اللي ايكي قسو بوليستين نتيجو أفكر إيا لبا لكي حلقة كفجة عدتا قبلك هيلان نتيجو قول ودولا عيارتي ودولا عيارتي ودولا عيارتي ودولا عيارتي كدي مركز يولوك بجي في كوريا كان كوراي تورين حلو كبدا عقتي يا قبل كهيلان شطبا وحيو بدل الجول هلك حلو كبدا عقتي يا قبل كمدو شنت عياري هاني يا تورين ميت كمدا وكسيف جري جول وده الليبان الياس سيدا سينا يكوب جارين عيارته كبدا بايستا فينال كا هذا بقى قلبتها تاجر ريال ترب بدن يا سوا حد ري مرا واري استاديوم سيدو كلا كمانان تاجر ريال أو كلا تابع سن لبدن حل أي مركزي كدا وني شاشة تلفزيون كسهل كيبل تي في runtii waa ciyaar xiiseed u badan yahay waana ciyaar in badan la sugeeyay waa ciyaar marka runtii loo eego inay final tahay ay soo haadireen taageerayaal tiro badan ciyaarta galabta waxa markaasi xulka kubada cagta ee gobolka Nugaal galabta weerarka hoggaamin doona ciyaarahanada injineerka sidoo kale Nani dhanka xulka kubada cagta ee gobolka Highland waxa safka hore ku soo baxay dhanka weerarka ciyaarahanada عبد السلام دائماً كا سيدو كل عياريان كلهم جعابو خالد بدل حمص الشيخة يسقون وميت كم ذا عياري هندا صفقة هركوسو بحياة حلك كبد عقتها قبل كا مركز سي إن هيلان
ciyaartu goor dhawey si toos ah u bilaabmi doontaa waa miraha waare stadium waa finaalka koobka gobollada Puntland sanadka 2022 waxaana markaasi loo 22ka ciyaarayaan ee garoonka waasi oo 12 kasta oo kamida ay rajadooda iyo guushooda sugayaan kumanaan iyo kumanaan taageerayaal ah kuwaasi oo doonaya markaasi inay u dabaaldegaan koobka ay ku guuleysan doonaan sanadka 2022 waa Nugaal ama Haylan ayaa xisaa u yeelay ciyaartan finaalka waxa kamida in markaasi ay iska hor imanayaan ciyaaryahanada walaalaha ee Cabdi Casiis Diida oo dhanka Nugaal ah iyo sidoo kale ciyaaryahanka xulka kubadda cagta ee gobolka Haylan waa Cabdi Salaan Dheemanka waa final doonaan walaalo labadan xulka la matelaya waana galab kale oo markaasi Miraha Waare Stadium walaaluhu isaga hor imanayaan hore waxay isaga hor imaadeen ciyaartii gruubyada markaasi uu guuleystay Cabdi Casiis Diida oo gobolka Nugaal ah ciyaarta galabta Dheemanka ama uu ciyaaryahanka Cabdi Casiis Diida oo walaalaha mid ka mid ah ku sanadka 2022 waxaana goor dhow si toos ah u gudagali doona ciyaartan finaalka oo si toos ah ugu soconaysan telefishinka Saal Cable TV. وعياري علول سمي ديلا عروني نديلا عيارتا 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 عروني نديلا عيارتا عسان هكذا عيارتا وعياري علادة قريبة عيارتو عيارتا عيارو عقتاد النسيب كوعي البح ما هي لامبا العرابي ساقوشا منو قلبا كوعويني ساقوبكا بدون باع الفندون عيارتا بدون بال التاريخ ذا عيارتا بدون بال التاريخ ذا عيارتا بدون بال التاريخ ذا عيارتا عسان هكا غاد العيارتا وعياري علادة كريبة عيارتو عيارتا عيارو عبتادا نسيبك كوعي البح ما هي لامبا العرابي ساقوبكا منو قلبا كوعويني ساقوشا بدون باع الفندون عيارتا بدون باع التاريخ ذا عيارتا بدون باع التاريخ ذا عيارتا بدون باع التاريخ ذا عيارتا عيدنا كلنا عيارتا شروق عيارة عيارتا عيارة عيارة إمام الدور عيارة عيارتو إذا عيارة 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 مموسك عيارة عيدنا كلنا عيارتا شروق عيارة عيارتا عيارة عيارة إمام الدور عيارة عيارتو إذا عيارة عيارة عيارة
كان هكذا عيارتا وعيار عراد كريبا عيارتو يعيارتا عيارو عقتاد النسيب ككوعي البح ما هي لامبا لعرابي ساكوشا منو قلبا كوعويني ساكوبكا بدون باعل فندون عيارتا بدون باعل تاريخ ذا عيارتا بدون باعل تاريخ ذا عيارتا بدون باعل تاريخ ذا عيارتا عسان هكا غاد العيارتا وعياري عولادة كريبا عيارتو يعيارتا عيارو عقتادة نسيبك كوعي البح ما هي لامبا لعرابي ساقوبكا منو قلبا كوعويني ساقوشا بدون باع الفندون عيارتا بدون باع لتاريخ ذا عيارتا بدون باع لتاريخ ذا عيارتا بدون باع لتاريخ ذا عيارتا عيدين لكو ديلا عيارتا شروحو عيارة عيارتا عيارة عيارة عمامة دور عيارة عيارتو يداي عيارة 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 مبوسكو عيارة عيدين لكو ديلا عيارتا شروحو عيارة عيارتا عيارة عيارة عمامة دور عيارة عيارتو يداي عيارة 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 مبوسكو
kubada ayara ayara ku ayara wa ayarti akte kubada ayara wa ayara ku ayara wa ayari alol samidela aroni nadela ayarta 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 aroni nadela ayarta وعياري عالول سمي ديلا عروني نديلا عيارتا 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 عروني نديلا عيارتا عسان هكذا عيارتا وعياري عوادة قريبة عيارتو يعيارتا عيارو عقتادا نسيب بكو عيلبح ما هي لامبا لعرابي ساقوشا منو قلبك وعويني ساقوبكا بدون باعل فندون عيارتا بدون باعل التاريخ دا عيارتا بدون باعل التاريخ دا عيارتا بدون باعل التاريخ دا عيارتا عسان هكا غادا عيارتا وعياري عولادا كريبا عيارتو يعيارتا عيارو عقتادا نسيبكا كوعي البح ما هي لامبا لعرابي ساقوبكا منو قلبا كوعويني ساقوشا بدون باع الفندون عيارتا بدون باع التاريخ دا عيارتا بدون باع التاريخ دا عيارتا بدون باع التاريخ دا عيارتا عيدنا كلنا عيارتا شروق عيارة عيارتا عيارة عيارة إمام الدور عيارة عيارتو إذا عيارة 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 مموسك عيارة عيدنا كلنا عيارتا شروق عيارة عيارتا عيارة عيارة إمام الدور عيارة عيارتو إذا عيارة 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 مموسك عيارة بدون بال التاريخ ده عيارتا
ku dheela ciyaarta shuruuc ku ciyaara ciyaarta ciyaara ciyaara imaamada dhowra ciyaara ciyaartooyday ciyaara 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 mamuusku ciyaara ciideenna ku dheela ciyaarta shuruuc ku ciyaara ciyaarta ciyaara ciyaara imaamada dhowra ciyaara ciyaartooyday ciyaara 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 mamuusku ciyaara. عسان هكذا
badan ciyaarta waa ciyaar ciyaarta kareeba ciyaarto iyo ciyaarta ciyaaro cagtaada nasiibka ku ciilbax ma haylaan baa la caraabaysaa guusha ma nugaal baa ku caweynaysaa koobka bidun baa calfan doona ciyaarta bidun baa la taariikhda ciyaarta bidun baa la taariikhda ciyaarta bidun baa la taariikhda ciyaarta asan ha ka qaadan ciyaarta waa ciyaar ciyaarta kareeba ciyaarto iyo ciyaarta ciyaaro cagtaada nasiibka ku ciilbax ma haylaan baa la caraabaysaa guusha ma nugaal baa ku caweynaysaa koobka bidun baa calfan doona ciyaarta bidun baa la taariikhda ciyaarta bidun baa la taariikhda ciyaarta bidun baa la taariikhda ciyaarta asan ha ka qaadan ciyaarta waa ciyaar ciyaarta kareeba ciyaarto iyo ciyaarta ciyaaro cagtaada nasiibka ku ciilbax ma haylaan baa la caraabaysaa koobka ma nugaal baa ku caweynaysaa guusha bidun baa calfan doona ciyaarta bidun baa la taariikhda ciyaarta bidun baa la taariikhda ciyaarta bidun baa la taariikhda ciyaarta ciiddeenna ku dheela ciyaarta shuruuc ku ciyaara ciyaarta ciyaara ciyaara imaamada dhowra ciyaara ciyaartoyday ciyaara 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 mamuusku ciyaara ciiddeenna ku dheela ciyaarta shuruuc ku ciyaara ciyaarta ciyaara ciyaara imaamada dhowra ciyaara ciyaartoyday ciyaara 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 mamuusku ciyaara
ciyaarta ciyaara wa ciyaarta aqta kubada ciyaara wa ciyaara ku ciyaara wa ciyaari calool samideela aroon ina deela ciyaarta 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 aroon ina deela ciyaarta ciyaari calool samideela aroon ina deela ciyaarta 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 aroon ina deela ciyaarta asan ha ka qaadan ciyaarta wa ciyaari culada kareeba ciyaarto iyo ciyaarta ciyaaro cagtaada nasiibka ku ciilbax ma haylaanbaa la caraabaysaa guusha ma nugaalbaa ku caweynaysaa koobka midunbaa calfan doona ciyaarta midunbaa la taariikhda ciyaarta midunbaa la taariikhda ciyaarta midunbaa la taariikhda ciyaarta asan ha ka qaadan ciyaarta wa ciyaari culada kareeba ciyaarto iyo ciyaarta ciyaaro cagtaada nasiibka ku ciilbax ma haylaanbaa la caraabaysaa koobka ma nugaalbaa ku caweynaysaa guusha midunbaa calfan doona ciyaarta midunbaa la taariikhda ciyaarta midunbaa la taariikhda ciyaarta midunbaa la taariikhda ciyaarta ciidena ku dheela ciyaarta shuruuc ku ciyaara ciyaarta ciyaara ciyaara imaamada dowra ciyaara ciyaartooyday ciyaara 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 mamuusku ciyaara ciidena ku dheela ciyaarta shuruuc ku ciyaara ciyaarta ciyaara ciyaara imaamada dowra ciyaara ciyaartooyday ciyaara 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 بدون بال تاريخ ذا عيارتا
عيارتا شروق عيارة عيارتا عيارة عيارة عمامة دور عيارة عيارتو إذاي عيارة 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 مبوسكو عيارة عيدين كل ديلة عيارتا شروق عيارة عيارتا عيارة عيارة عمامة دور عيارة
المام سادة بوشة تيادة قبل كنا تصالكم وشا تاراريح باس كتر تكلي بن كان اللي تيك صدى قولكا تاراريح باس كتر تكلي بن كان اللي تيك صدى قولكا تاكي كبدو آها ترتيبو غقات آها تشكرك إلالي آها صاحب قوطابو آها إيار ترتالي آها تاكي كبدو آها ترتيبو غقات آها تشكرك إلالي آها صاحب قوطابو آها إيار ترتالي آها تاكي كبدو آها ترتيبو غقات آها تشكر كيلالي آها صاحب كوتابو آها عيار تلنتالي آها تاكي كبدو آها ترتيب وقات آها تشكر كيلالي آها صاحب كوتابو آها عيار تلنتالي آها تاكي كبدو آها ترتيب وقات آها تشكر كيلالي آها صاحب صاحب كوطابو هاها ديار ترتالي هاها تاكي كبدو هاها ترتيب وغقات هاها تشكر كايلا بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي هبون داوديال ملك استانا داوانيسان غودهان با دلكا iyo daafaha dunida halkani waa miraa war stadium oo kulanka finaalka galabta marti gelinaya waa xulalka kubada cagta gobolada Highland iyo sidoo kale Nugaal waana kulanka finaalka iyo kama dambaysta Highland waxay markeed ugu horeysay doonaysa inay dhahar ugu dabaaldegaan koobka ay ku guuleysanayaan miraa war balse sidoo kale Nugaal waxay doonayaan markoodii saddexaad inay koobka ku guuleystaan loogana dabaaldego gudaha garoway iyo barxadda markana waxay noo muuqanay ciyaaryahanada xulka kubadda cagta ee gobolka Highland oo markaasi dardaarankoodii u dambeeyay kala qaadanaya waxaana ku ciyaarayaan galabta midabka huruuda dhanka xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal oo markana noo muuqanayna waxay galayaan sawiradii ugu dambeeyay ka hor finaalka ciyaartan waxa dhexdhexaadinaya garsoore
oo kulankan finaalka markaasii loo soo wakiishay garsooraha koobaad ee kulankan Cabdullaahi Haaji Xasan waa mid ka mid ah garsoorayaasha u diwaan gashan xiriirka FIFA markana xulka kubadda cagta ee gobolka Highland waxay ciyaarayaan finaalka tartankan markoodii ugu horeysay sanadka 2022 sano waxa uu noqonayaa sanad taariikhi ah oo Highland ay soo gaadhay finaal taageerayaal tiro badan ayaa markaas ka soo haadiray stadium Mirawari stadium kuwaas oo doonaya finaalka la socdaan Highland waxay ka soo baxday ciyaartii semi-finaalka gobolka Mudug oo markaas gool iyo gool isla mari waayeen balse rekordyaashi 4 iyo 5 ay kaga soo adkaadeen dhanka xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal waxay ka soo baxeen xulkii wadaraha ka soo bandhigay Mirawari stadium ee gobolka Cayn oo 4 iyo 2 ciyaar ku soo dhamaatay wax kasta kadib waxay soo gaadheen finaalka waxaa sidoo kale xusid mudan inay galabta iska hor imanayaan difaaca xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal waa Cabdicasiis Diida oo ka hor imanaya walaalkii Cabdisalaan Dheemanka oo strikerka ugu ciyaaraya xulka kubadda cagta ee gobolka Highland 90 daqiiqo kadib haddii ay barbarro ku dhamaatana rekordyaal kadib waxaa la ogaan doonaa cidda ku guuleysatay sanadka 2022 koobka gobollada Puntland waxaana si toos ah uga daawanaysan telefishinka Sahal Cable TV Cabdixakiim Siciid Muuse waa tababaraha koobaad ee xulka kubadda cagta ee gobolka markaasi Nugaal galabta dhanka weerarka waxa uu gaaminayaa xulka kubadda cagta ee gobolka Highland yareenka Khalid Budul iyo sidoo kale Cabdisalaan Dheemanka waxaana kaydka ka soo muuqanaya Xamse Sheekh oo nambarka 7aad ahna goolaliyaha ugu sarreeya xulka kubadda cagta ee gobolka markaasi Highland ciyaarta galabta waa mid xiisa badan taageerayaal tiro badan baa kala socda telefishinka Sahal Cable TV iyo sidoo kale Mirawari Stadium ciyaarta galabta waxaa dhexdhexaadinaya garsoore Cabdullaahi Haaji Xasan waxaana goor dhow la baasi doonaa kulanka finaalka Highland mise Nugaal taageero waliba waxa uu doonayaa inuu dabaaldego kadib markaa ciyaar soo dhamaato koob balse maaha wax suurtagelaya oo Mirawari Stadium hal taageere iyo hal dhan unbaa dabaaldegi karaya galabta maadaama kubadda cagtu ay tahay guul iyo guul darro waxaana markan sawiro gelaya qaybo ka mid ah xidigaha xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal kuwaasi oo sameynaya sawiradii ugu dambeeyay ka hor ciyaarta finaalka sidoo kale ciyaaryahanada xulka kubadda cagta ee gobolka Highland baa isku leynaya ka hor intaan ciyaarta la bilaabin waa runtii ciyaar in badan la wada sugayay xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal iyo sidoo kale xulka kubadda cagta ee gobolka Highland waxay noo muuqanayaan goolwada maslax buufan oo markaasi dardaarankii ugu dambeeyay siinaya ciyaaryahanadiisa 10-ka ee garoonka kula jira waa maslax sido Sheikh Ibrahim Buufan waa nambarka 3-aad iyo goolwadaha xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal Maxamed Cabdalla waa tababaraha markan inoo muuqanaya Highland ayuu tababare u yahay waana tababaraha kooxda Boosaaso FC oo markaasi markana la wareegtay goolwada Liban Ilyas kadib markii uu wacdaro ka soo bandhigay xulkiisa kubadda cagta ee gobolka Highland waxaana si toos ah ugu gudageli doona tashkiilada labadan xul ee galabta finaalka waa kuwa 12 ciyaaryahan ee Nugaal galabta loo soo wakiishay goolka waxa ku soo bilaabanaya maslax sido Sheikh Ibrahim Buufan difaaca dhexe ciyaaryahanada Cabdicasiis Diida oo nambarka 18-aad iyo Jaamac Muuse oo nambarka 13-aad ciyaaryahan Bashir Xaashi oo nambarka 22 Cabdullaahi Carlos nambarka 19-aad Thomaska Bile iyo Ayaanle ayaa khadka dhexe galabta ka ciyaaraya Nugaal injineerka Sharmaarka Xaashi oo kabtanka iyo Naani baa markaasi weerar ku soo wada bilaabanaya dhanka Nugaal dhanka Highland galabta waxaa goolka ku soo bilaabanaya goolwade Liban Ilyas Maxamed Liban Ilyas oo goolwadaha koobaad markana goolka ku soo bilaabanaya difaaca dhexe Daad Yuusuf iyo Anjeex Machabe ciyaaryahanka Kimmich Axmed Fidal Xabiib Fito Khalid Budul ciyaaryahanka Dheemanka iyo sidoo kale ciyaaryahanka Mursal
markana wala baasay kulanka finaalka waa kan ciyaaranka khadka dhexay kulka kubada cagta ee gobolka Nugaal waa kan ciyaaranka nambarka 7 oo soo maray markan balse difaaca kulka kubada cagta ee gobolka markaas Hayland waa kan markale Nugaal waa kuwan weerar jiilinta baa lagu soo dhawaaday bilowga ciyaarta balse markan way soo difaacdeen aan jeex waa difaaca kulka kubada cagta ee gobolka Hayland Hayland galabta waxay ku ciyaareen shaxda 4-3-3 danka xulka kubada cagta ee gobolka Nugaal waxay ku ciyaarayaan saxda sidoo kale 4-3-3 galabta waa ciyaarta finaalka ka dambeysta markana waxa qalad loo qabtay ciyaarayaanada xulka kubada cagta ee gobolka markaas Nugaal Nugaal ayaa isu diyaarinaysa markan waxaana looga tagay ciyaaranka nambarka 6 waa Thomaska Abdulxamiid Thomaska baa isu diyaarinaya kubadu doonayo inuu ku tuuro gudaha diilinta waa kan Thomaska Abdulxamiid Thomaska oo soo dhigay markan balse goolwada Liban Ilyas goolwada xulka kubada cagta ee gobolka Hayland ayaa kubadaasi hantiyay xilli ay bilowtahay ciyaartani ciyaaryanka Liban Ilyas waa soo dhigay goolwadaha Barcelona garoonka markale waa kan khadka dhexe ya Salaam halka kubada cagta ee gobolka Nugaal kubad qurux badan waa kan Bile ya Salaam Bile waa kan markale Nani waa kan Nani waa soo dhigay injineerka waa kan injineerka Maxamuud Maxamed Jaamac waa kan injineerka markan Barcelona garoonka balse kubadaasi way ka baxday nambarka 14 ee xulka kubada cagta ee gobolka Nugaal ciyaaryanka lagu magacaabo Maxamuud Maxamed Jaamac injineerka waa kan markale Barcelona garoonka Abdad Yusuf waa kan Abdad Yusuf difaaca xulka kubada cagta ee gobolka Hayland waa soo dhiibay markale Barcelona garoonka waa kubada laga soo xakameeyay Nugaal waa kuwan waa kan khadka dhexe waa soo dhiibay balse difaaca kaptanka ciyaaryanka nambarka 5 way soo dhiibeen markan xulka kubada cagta ee gobolka Hayland Cabdisalaam Dheemanka Jaamac Muusa ayaa soo difaacay markan iyo difaaca dhexe xulka kubada cagta ee gobolka Nugaal Habiib Cali Xirsi oo soo dhiibay Hayland waa kuwan markan ciyaaryanka oo soo dhigay Barcelona garoonka balse difaaca diida markani waa soo difaacanaya waxaad si toos ah ciyaarahan uga daawanaysaan telefishinka Sahal Cable TV sidoo kale waxaad kala soconaysaan bejajka Maxamed Saalax sidoo kale Kasmaal Media Bidhaan Media Asal 24 Sports waa bejajka aad si toos ah ciyaarahan uga la soconaysaan waa kan markan waa soo dhiibay ciyaaryanka nambarka 15 Kimmich Kimmich waa soo dhiibay Barcelona garoonka markale ciyaaranka nambarka 14 waa kan injineerka markan Nani Abdul Qadir Nani waa laga soo difaacay waa kan ciyaaranka Majabe difaaca bidixii xulka kubada cagta ee gobolka Hayland waa kan Majabe ya Salaam oo soo dhiibay markan waa kan Khalid Budul ya Salaam Khalid waa kan markan waa dayaceen markan khadka dhexe xulka gobolka Hayland waxa uu dayacay kubad cajiiba oo ku dhawaatay inuu markaas goolka koobaad ee kulanka dhaliyo Mursal waa uu dayacay kubada markan waxaana soo bilaabay difaaca xulka kubada cagta ee gobolka markaas Nugaal waa tan markale Barcelona garoonka ya Salaam waa kan Khalid Budul balse difaaca diida ma ogola galabta waa kan markan Barcelona garoonka ya Salaam Nugaal waa kuwan balse waa laga soo difaacay markan khadka dhexe markale Barcelona garoonka waa kan diida oo soo difaacay Cabdullaahi Carlos markale Barcelona garoonka Habiib waa laga soo difaacay markan waa kuwan Nugaal markan waa kan injineerka balse kubada difaaca markale ciyaaryanka Sharmaarke Bashir Haashi markale waa kan Sharmaarke waa kan injineerka ya Salaam injineerka boom balse Liban Ilyas waxa uu markaas diiday isku daygii ciyaarta ugu khatarta badnaa ee ka yimid dhanka Maxamuud Maxamed Haashi injineerka ciyaartuna waa eber iyo eber best safe ayuu sameeyay goolwada Liban Ilyas waa goolwadaha wadaraha ka dhigaya koobka gobolada Puntland waxaana la wareegtay kooxda Boosaaso FC oo markaas uu tababare u yahay tababarihiisa Hayland kadib markii uu wadare ka soo bandhigay kulamadan waa kan Bire waa uu soo dhigay markan Hayland waa laga soo difaacay Nugaal markan waa laga soo difaacay ciyaaryahanada injineerka sidoo kale Bile waa kan fursadda injineerka balse Liban Ilyas waxa uu saaray bannaanka
taasi oo ka dhigay ciyaarta inay sii ahaanayso ever iyo ever. Wakalibaan Ilyas labaatan jirka uu wargeynayay birta toddobada talaabaha xulka kubadda cagta ee gobolka Hayland wuu soo dhiibay khadka dhexe. Waa kan mar kale bartanka garoonka, waa kan Khaalid Budul, waa kan Budul Bile khadka dhexe xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal. Waa kan ayaa lameese, waa kan Ayaanle, waa kan Bile, wuu soo dhiibay markan ya Saleem, waa kan Sarmaanka Xaashi Kabitaano, waa kan mar kale Nugaal ayaa lameese. Nibaan Ilyas waxa uu yiri maya 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 ma aysan noqon markan masdax waa uu diiday kubadii dheemanka, waa kan balse waa uu diiday markan maslax siido Sheikh Ibrahim Buban. Mar kale Nugaal khadka dhexe waa uu soo dhiibay Cabdillaahi Carlos, waa ka baxday goolwada Liban Ilyas ayay gacantiisa markaasi kubadeeni ku dambaysay. Waxa ciyaartiisi ugu horreysay kusoo bilaabanaya tartanka Cabdiraxmaan Axmed Maxamed oo nambarka sideedaad ku calaamasan xulka kubadda cagta ee gobolka Hayland. Waa kan mar kale bartanka garoonka khadka dhexe xulka kubadda cagta ee gobolka Hayland. Hayland waxay doonayaan inay koobka ku guuleystaan markii ugu horreysay taariikhda, markii ugu horreysayna waxay ciyaarayaan finaalka tartanka ciyaaraha gobollada ee Puntland. Sidoo kale Nugaal waxay doonaysaa markii saddexaad oo xiriir inay ku guuleysato tartankana, waa xulka difaacanaya maadaama ay ku guuleysteen sanadii 2014 markaasi oo kula guuleysay tababare Cabdixakiim Saciid Muusa, kaasi oo markana tababare u ah ciyaaryahanadii markaasi tababaraha garoonka kula jiray. Waxaa markaasi ka jooga keliya laba ciyaaryahan, waana Cabdicasiis Diida oo galabta difaaca ka ciyaaraya, iyo sidoo kale Maxamed Maxamuud Maxamed Jaamac Injineerka oo weerarka ka ciyaaraya ahna kabtanka xulka kubadda cagta ee gobolka markaasi Nugaal. Waa kabtanka labaad, waxaana kabtanka koowaad ciyaaryahanka Sarmaanka Xaashi. Waa kan waa uu soo dhiibay bartanka garoonka, waa uu soo dhigay balse waa laga soo difaacay tiilinta 18-ka waa mandaqada ugu khatarta badan lagu ahaanba garoonka. Waa kan mar kale khadka dhexe nambarkii 8-aad Cabdiraxmaan waa laga soo difaacay markani Kimmich. Waa kan Kimmich waa nambarka 15-aad ee xulka kubadda cagta ee gobolka Hayland, Cabdiraxmaan Saxardiid Maxamed Kimmich gacan tuuroso. Waa kan mar kale bartanka garoonka nambarka 8-aad Cabdiraxmaan Hayland, waa kan Cabdiraxmaan balse waa laga soo difaacay khadka dhexe bartanka garoonka. Mar kale waa ciyaaryahanka nambarka 6-aad Axmed Fidaal, waa kan Kimmich, waa kuwan Hayland, waa soo dhigay jiilinta balse waa laga soo difaacay. Nambarka 22 waa Masiir Xaashi, waana difaaca midiga ee xulka kubadda cagta ee gobolka markaasi Nugaal. Waa kan khadka dhexe Ayaan la Messi, waa kan Ayaan le, waa kan Messi Ayaan le khadka dhexe markani waa soo dhiibay bartanka garoonka. Mar kale nambarka 6-aad waa kan nambarka 3-aad Bile, Bile waa soo dhiibay injineerka, waa kan injineerka oo uu sameeyay kubadaasi, waa kan Bile, Bile waa soo dhigay diilinta balse Daad Yuusuf waa soo difaacay difaaca xulka kubadda cagta ee gobolka Hayland. Khadka dhexe waa kan Khaalid Budul, Khaalid Budul xulka kubadda cagta gobolka Hayland, waa kan Khaalid, Khaalid waa kan Hayland, markan Khaalid, Khaalid Budul ya Saleem balse difaaca Bashiir Xaashi uu leeyahay maya maya. Cabdullaahi Xaaji Xasan waa garsoorka koowaad ee kulanka galabta, waana garsooraha loo soo xushay kulanka kaba dambaysta ee finaalka. Waa kan mar kale difaaca xulka kubadda cagta gobolka markaasi Hayland, ciyaaryahanka lagu magacaabo Kimmich oo soo difaacday kubadda ugu dambeyn gacan tuurasho xulka kubadda cagta ee gobolka markaasi Nugaal balse way ka baxday markan injineerka. Markan waxaa soo tuuranaya ciyaaryahanka Kimmich Cabdiraxmaan Saxardiid Maxamed Kimmich, waa kan Kimmich waa soo dhiibay bartanka garoonka. Mar kale khadka dhexe waa laga soo difaacay nambarka 19-aad, waa kan khadka dhexe waa soo dhiibay ciyaaryahanka injineerka balse markan waa laga soo difaacay. Mar kale waa kuwan
وكون مركز يا ريان يدخل كبدا عكي قبل كهيلان وكان خالد اوه يا سلام خالد خالد بضل وحو عياري كبدا قرق بدان متكمد يا ريان يدخل كبدا عكي قبل كنوال وانا توماسكا وكبد بالمريه عتشيبكا ايه مركز اي وطان فوق كبدا عكي قبل كنوال وحمر كان يلوت يا كبد لاك حرا بلسيون خد كان دحيا جرونكا وحنا وتاجن متشبه ونمر كسد حادا وعبد الرشيد عول وكان متشبه نمر كسد حاد ووسودي بي متشبه جيلينسا بس مسلح بوفان عوري ميا ميا مسلح سيدو شيخ ابراهيم بوفان وكان مركز نمر كسد حاد بيله بيله وعيران عجيبه بيله وكان ووسودي بي مركن وكان بيله وكان نمر كلي حيتو مناد وكان مركن شرماركي ووسودي بي وكان اوه مركز واضي يا غريان كنشي نيركا اسكتي وزن بي قدم بي وحسمي غريان كنشي نيركا وانا استريكر كحلقة كبدا عقتا اي قبل كا نقال عبد الحكيم سعيد موسى وطوبرا حلقة كبدا عقتا اي قبل كا نقال ليبان الياس وصولي بي مركن برتكا جرونكا مركلا واكن انشي نيركا محمود محمد وكان انشنيركا بل سعان شيح وهو سو دفاعي خط كده حي مركلة برتكا جرونكا وهو سو دي بي وكان عريانكا خط كده حي مركني وهو سو دي بي مركن وكان خالد وكان بدول وكان خالد مركن بل سوى لك سو دفاع خط كده حي نقال مركن بلي وهو سو دي بي مركن بلا وكان بلي بلا يا سلام مهارات عجيبة بيلو وان نمبر كسد حاد مركلة برتكا جرونكا يلا ميسي وكان ميسي مركلة انشنيركا والسوى اللي قصو دفاعي يعني. خد كان دحيو حلو كتبدا عدسا مركن والا قصو دفاعي انشنيركا ينوغال هيلان مركن وحي صوب بلا بيان كتبدا كلي ومركز انقع عن تورشا وحانا مركز صوت وري عيريان كيميج خد كان دحيو حلو كتبدا عدسا قبل كان نوغال قلبت وابيلي ايان لميس يا عبد الحميد توماس كابتن كحلك كبدا عقتا اي قبلكا نوغال وان شنيركا عفوا وعيريان كلوغم لوغم غابو شرمارك همبو وشرمارك حاشي وكابتن كوباد ان شنيركو وكابتن لباد حلك كبدا عقتا اي قبلكا نوغال وكان مركل حبيب فيتو يريان كحلك كبدا عقتا قبلكا نوغال وكان مركل ماتشابي ماتشابي هيلان وكان ماتشابي وكان حبيب حبيب علي حرسي وهو سوري بمركن قدها دي لنتا بل سيمس لحبوبا هو ديك سديق عن كلية سيو كبدا سيو سيف قريه وحنا يا هيد مركز كبد سهل وكان عيريانكا شرمارك حاشي شرمارك وحول عياري صاحبك ناني ونمبر كانت تدبيت من هذا ناني ونمبر كانت تدبيت من هذا وانا عبد القادر ناني وحاول دليل قولل كم إذا قولل شاي دليل حلقة كبدا عقتي قبل كنو قال عياري جروب ستيج كا يسيدو خلي عيارتي سما فينال كي اي مدوب اي كور تغين حلقة كبدا عقتي قبل كعين مدوب سيدو خلي وحكا صوبا حي حلقة كبدا عقتي قبل كهيلان مركن نوح على يسودو يارينا بلسيون عيارتي فينال كا وكان مركن واو صودي جاي عياريان كا يالنا ميسي بلسي والا قسو دفاعي مركن وكان مركن برتكا جرونكا وكون مركن هيلان وكان فيتو فيتو واو صودي بلسي مركن النمبر كا لبات سناد واحد لقى قبتي فاو عبد الله حاج حسن وقصير كوباد يقول انك قلبت عيارة قلبت وفينال كا ترتنك عيارة قبل لدى يبولان وحي سعوتا صدح يتوان دقيقة وقول الله انا صدح يتوان مند ومركاسي هيلان يسيدو كلن وقال مدو ولبا الى شدين شبه قودة وكان عيران كا متشبه ووسودي بي خد كده ووسودي بي متشبه مركن متشابه وعلى قصو دفاعي مركن خالد بودول وكان مركن خطر وخطر مركن قدها دي لنتا وكون مركن نقال ويسو دفاع دين انشنيركا وحو قدري واجباتك دفاع وكان حبيب مركن قدها دي لنتا بل سواي كب حدي مركن بنانكا صاحب بيال وحيو بحدي بنانكا مركن اسقضي يوسمي حبيب علي حرسي كبد بربرياه لك كبد لعقتا اي قبل كهيلان عبد الحميد توماسكا شرماركي وكان بشير حاشي بشير حاشي وزوري بخط كدحه مركه برشنكا جرونكا عيران كان مركه كوبيتوناد وكوان وكان خالد بضل
وكان بدون بس دفاع حوري ميا ميا مركل ناني وصو دفاع دي ناني وحو بدني واجبات كدفاع كسر المركح الكيسة نمبر كلباتن إيا اللبا وعيريان كلقوم عابو شرمار كحاشي فاول أيام مركن الوغبتي أما با قعن تورش وحلقه كبدا عقتا أيو قبل كهيلان وكان مركل بارتك قروك خالد بدول خالد بدول ولا قصو دفاعي عبد الله حاج حسن وحاو كنا واقعي فرنبقا وحاو نوشي غير مركز إن كبدا لو توري دونو دنك حلقه كبدا عقتا قبل كهيلان وعيارتني كدرسو غيكو منان تاقير يالا ومركزي كلا تابع سن هيلان يسيدو قري حلقه كبدا عقتا قبل كنوغال كواسو ميدو لبو دورين كوكو ليستكوب كان وكان مجشابي matchabe ayaa u taagan waa kuwan haylaan matchabe oo soo dhigay balse difaaca oo difaacday markeen kubadaasi waxa difaacay khadka dhexe ayaan la meesay taasoo gudanay waajibaadka difaaca ee ka saaran dhulkiisa matchabe waxa uu taagan yahay corner ama ba gees laag waxana is diyaarinaya ciyaarahanada haylaan iyo sidoo kale maslax buufan waa kan matchabe oo soo dhigay diilinta nambarka 8aad difaaca markani waa laga soo difaacay ciyaarahanada xulka kubadda cagta ee gobolka Hayland waa kan Xabiib Cali Xirsi waa uu soo difaacay kubadda guriyaha xulka kubadda cagta ee gobolka Hayland galabta ciyaartani waa final waana ka dambeys waana ciyaarta dhexmaraysa xulka kubadda cagta ee gobolada Hayland iyo sidoo kale Nugaal waana ciyaarta ay soo hadireen kumanaan taageerayaal oo markaas doonaya mid walba in xulkiisu ku guuleysto koobka waa kan markale bartanka garoonka Jaamac Muusa oo soo difaacday waa kan nambarka 3aad Machabe oo soo dhiibay khadka dhexe Khalid Budul waa kan Khalid waa kan Khalid barista difaac uma ogla markan waa difaac xadiid kaskas Bashir Haashi markale khadka dhexe Nugaal waa kuwan Nugaal weerar oo soo dhiibay markan bartanka garoonka nambarka 6aad نمبر كسد حاد بيلي قد كده حي عجيبك وكان بيلي وكان بيلي ووسودي بين نمبر كسد حاد ووسودي جاي مركان بل سوى لك سود دفاعي بديو مركز وسود فرسمية بيلي وحسود دفاعي دفاع عداد يوسف وكان مركز لبرتك قرونك وسود لك سود دفاعي مركز قد كده حي نمبر كسد قالي تمناد عبد الله كاروس بيلي بيلي مهارات عجيبة بيلي وكان بيلي عجيب عجيب بيلي وكان بيلي مايسترو بلا واكن بل سد دفاع عمر كان واو سد دفاع داي كيميج وقت كان دخاي او خطرته بدن له دلكا خلكه كبد عتا اي غبل كانوغال وبله واكن مركله واي سو دغان خط كدخاي حبيب علي حرسي واكن حبيب واو سو ديبي كبد نمبر كلي حاج مركله واو سو ديبي واكن واكن عيرينك نمبر كا 17 ناني ولاغ سو دفاعي خالد بودول عبد السلام ديمنكا يا خالد بول وكلية لبدا ويريهان اي قلبتا حلقة كبدا عكتا يا قبل كامر كاس ايلان واكوان مركلة ونقال وير قدا ديلينتا وصور دي مركان بيلي واكن ناني مركلة واكوان دفاع عداد يوسف وحوصو دفاعي كبدا رمتي عجيبة هاي فلسي مركاسي وحلو دي عيريانا حلقة كبدا عكتا يا قبل كهيلان ليبان إلياس ومركان يصوب بلابي وقول وضاها هيلان ciyaarta galabta waxaa soo xadiray taageerayaal tir badan kuwaas oo kala taabacsan Hayland iyo Nugaal mid walba waxa uu doonayaa dhanka Hayland in lagaga dabaaldego dhahar koobkani sidoo kale Nugaal waxay doonayaan inay caawaba ku dabaaldegaan barxadda Nugaal ee ku taala magaalada Garoow ee caasimada waa kan markan bartanka garoonka markan ciyaaryanka nambarka 17aad khadka dhexe waa laga soo difaacay markan nambarka 6aad galabta waxaa aad loogu hirdamayaa khadka dhexe ما دام عيارتنا تاع عيار فينا لو كان خالد بضل بل ست باعه بشير حاشي بشير حاشي وصوت دفاع عليه كبدا واحد صوب بلا بيع عياري انا ذا حلقه كبدا عكا قبل كا مركز نوغال وكان مركز برتكا جرونكا وكان واو سودي بل سمر كان واحد صوب بلا بنيا عياري انا ذا نوغال قلبتا واحد دفاع وعياري جيدا ونمبر كسديد تبنادا عبد الله كاروس ونمبر كسر قالي تمنادا جامع موسى ونمبر كسر دحي تمنادا يسلو كلا بشير حاشي ونمبر كلا باتن يلا بكو على مس مركنا واحد يسود يارينا ياري هندا حلك كوبد عاكتو يقبل كنوال وصوري بمركن ديدا وصوري كوبد
gudaha jiilinta balse goolwada liban ilyas maxamed oo goolwada xulka kubada cagta ee gobolka markaasii highland waa soo dhiibay markan bartanka garoonka markale khadka dhexe waa kan ciyaariyanka numberka 19aad abdullahi carlos waa kan abdullahi markale nugaal waa kuwan balse waa laga soo difaacay markan ciyaariyanada xulka kubada cagta ee gobolka markaasii nugaal ciyaarta galabta waxaa markaasii hoggaaminaya dhanka xulka kubada cagta ee gobolka highland tobole maxamed abdullah dhanka nugaal cabdixakiim saciid muuse oo markaasii koobkan ku guuleystay labadii jeer ee xiriirka ahayd ee xulkan ku guuleystay koobka waa kan diida cabdicasiis diida cabdisalaan dheemanka waxaa hirdamaya walaalaha cabdisalaan dheemanka iyo sidoo kale diida waa kan mar kale bartanka garoonka khadka dhexe ciyaaryahanka nambarka 15aad yuusuf waa kan mar kale bartanka garoonka ciyaaryahanka majabe wuu soo dhiibay balse waa laga soo difaacay nambarka lixaad mar kale ciyaaryahanka xulka kubadda cagta ee gobolka nugaal waa uu soo dhiibay kubadda mar kale ciyaaryahanka maslax buufan jaamac muuse waa kan jaamac mar kale bartanka garoonka ciyaaryahanka cabdullaahi carlos waa kan mar kale sharmaarka xaashi bartanka garoonka bashiir xaashi waa kan ciyaaryahanka waa soo dhiibay bile waa kan bile waa soo dhiibay khadka dhexe mar kale ciyaaryahanka nambarka 17aad nane waa kan balse goolwada liban ilyas oo soo baxay markan weli ciyaartu saaxiibay riyeber waana natiijo goola la'aana 21:15 waa kuwan mar kale ciyaaryahanada xul kubadda cagta ee gobolka nugaal waa soo dhiibay markan injineerka mar kale waa kan ciyaaryahanka cabdullaahi carlos waa kan bile waa soo dhigay bile markan balse waa laga soo difaacay bile bile waa ciyaaryahanka nambarka 3aad khadka dhexana ka ciyaaraya xulka kubadda cagta ee gobolka nugaal waa bile maxamuud diriye waa kan mar kale bartanka garoonka waa laga soo difaacay markan ciyaaryahanka daad yuusuf waa kan khaalid budul xulka kubadda cagta gobolka highland waa kan khaalid cabdisalaan dheemanka balse waa laga soo difaacay markan jaamac muuse ayaa soo difaacay markani ciyaartan waxaa si toosa uga daawanaysaan telefishinka sahlo cable tv sidoo kale bayjajka bidhaan media maxamed saalax asal 24 dhacdooyinka qaar ka bayjajka ka daawanaysaan markan ciyaartan cajiibka ee dhexmarisa xulka kubadda cagta gobollada highland iyo sidoo kale nugaal waana ciyaarta finaalka markana waxaa soo tuuraya kubad dhanka difaaca ciyaaryahanka difaaca ee xulka kubadda cagta ee gobolka nugaal waa kan waa soo dhiibay mar kale bartanka garoonka khadka dhexe ciyaaryahanka waa soo dhiibay markani bashiir xaashi waa soo dhigay kubadda weerar xulka kubadda cagta ee gobolka nugaal waa kan injineerka balse waa laga soo difaacay mar kale waa kan ciyaaryahanka nambarka 3aad bile balse waa soo difaacday kimich khadka dhexe mar kale ciyaaryahanka nambarka 3aad bile waa ciyaaryahanada khadka dhexe kuwana ugu halista badan leh ee xulka kubadda cagta ee gobolka nugaal nambarka 19aad cabdullaahi carlos waa soo dhiibay marka nambarka 3aad mar kale bartanka garoonka jaamac muuse khadka dhexe waa kan mar kale difaaca xulka kubadda cagta ee nugaal waa kan cabdisalaan waa kan mar kale diida cabdicasiis diida khadka dhexe waa soo dhiibay markan ciyaaryahanka tomaska markan waa kan bile waa kan bile caalami bile oo soo maray markan waa kan bile waa gudaha jiilinta mar kale balse waa laga soo difaacay naane waxaa soo difaacday difaaca mayalka adag leh xulka kubadda cagta ee gobolka highland nambarka 8aad cabdiraxmaan waa laga soo difaacay mar kale khadka dhexe waa kan ya salaam bile waa kan ciyaaryahanka ayaan la meesay waay ka baxday lugta injineerka oo markaasi waa kubad qaabeeya xulka kubadda cagta ee gobolka markaasi nugaal mana aha injineerka dhismaha waana injineerka ku takhasusay qaabka loo gaadho goolasha miraha waara stadium waana ciyaaryahankii dhaliyay goolkii u dambeeyey ee nugaal ay tartanka ka dhaliso waana ciyaartii semifinaalka markaasi ay wajahayeen xulka kubadda cagta ee gobolka cayn kubaddaasina way ka baxday garoonka bannaanka waxaana soo bilaabanaya goolwade maslax sidoo sheekh ibraahim buufan
وقول وعذرة كده جاي انت عياره هني السعودين بندق روح بدنا كوسو بده جاي مراه واري استاديوم مسرح بوفن افريقيا لواتن مر ونتيجه جول الله انا ولي شبك اللبده جول وده ما قارين خلي عيارته هي عيارته فينال مركن عيارته عمره 22 مينيت وحلو جوجي عملده او كلول اوغيت وحانا نسش جليا دمان عياريه نظر لبده كوحود ومركاسي تردارن يو وحشيه كسو قادني لبده توبره عملده مقالده قروا عاصمة بودلان او قلبته اهميت كلول اوغيت اياني سورته قلين 22 دقيقو اما وشان يافرتن دقيقو حريده وقيب توران عيارتاني سعوته وانا وحكد عقودهان بعالم كوكو بدعاته ان عيارته لو جوجيو عملود او كل اوغي تاغرياش او كون نوغال ايليه نوغال نوغال هو سو مر خاصي تاغير سن كل كبد عكه نوغال وانا عاصم دو مر كلمه مرتي غلينيسا لو كل هيل هي هيستان تاغير يا تر بدن عمر خاصي مر اوارك او كون تاغير يا تر بدن لمرا اوار سو بدافي شي اي ودا ودا عيار تكلب عبد الله حاجي حسن عيارته وقليه هل منت هكت waxuu mar kale dib u amray ciyaarayaanada inay garoonka dib ugu soo laabtaan si ay ciyaarta dib ugu bilaabaan waa kuwan markan ciyaarayaanada haylaanay noo muuqanay Cabdisalaam dheemanka iyo sidoo kale Xabiib 22 daqiiqo ciyaartani socoto wali wax gool la iskama dhalin haylaan iyo sidoo kale Nugaal Nugaal iyo haylaan ciyaartu waxay maraysaa ever iyo ever وانا نتيجة قول الله هنا عيارتن فينالكا وحا مركاسي فينالكو دي لباد او حريد سو قالي عياريها ندا عبد عزيز تيدا يو سيدو كلا عياريان كا محمود محمد شامع جنيركا وكو بيودن بيه كولو قول يستخدم بدا عكس يقوب الكنو قال سنت كلا بكون افريت طبعا وكان مركلا برتاك قرونكا عياريان كناني وانا مركز دو بيتمناد عبد القادر ناني والنمبر 78 حلقه كبده عقتا اي غوبلكا مركز نيغال وكان مركز خطك دحبله وهو سو ديبي ناني كبد خطر بدنه وسمي مركز عيريان كان ناني وهو سي توس او تاغ جول كان الياس بل سي كبد فو دحد دفاع هيلان وحي جهدي كبدشه غود هانبا kubad ku socotay goolka gool wada liban ilyas waxaanay noqotay korne geeslaag ba markan la soo diyaarinaya korne nambarka saddexaad bile waciireen ka lagu magacaabo oo bile maxamuud diriye waa soo dhigay markan gudaha diilinta waa kan balse difaaca markan kabtanka waa u difaacday kubadaasi galabta waa galab runtii koox waliba ay doonaysay inay finaalka ku guuleysato xul walba ay taageerayaashu si doonayaan inay markaasi koobka ugu dabaaldegaan halka ay kaga sugan yihiin guud ahaan caalamka ciyaartu galabtu waa mid cajiib ah waxaana markan khadka dhexe Xabiib Cali Xirsi Fiito iyo sidoo kale Fidal ay yihiin khadka dhexe ee kubadda cagta ee gobolka markaasi Ireland waa kan markale bartiga garoonka nambarka 17aad Abdul Qadir Nani ayaa markan faawl loo qabtay waa kuwan markale waa kan bile oo soo dhigay bile waa kan balse waa laga soo difaacay Daad Yusuf oo difaaca xulka kubadda cagta ee gobolka markaasi Haylan sidoo kale waxa difaaca kala ciyaaraya nambarka 5aad kaptanka waa xulka kubadda cagta ee gobolka Haylan Liban Ilyas oo markan soo dhiibay kubadda waa gool wada xulka kubadda cagta ee gobolka Haylan عبد الله حاج حسن وقرصور كده هادين يكولون كقلبت وانا قرصور هير عالمية كاسي او كدوان قشن حرير كفيفة سيدو كلا وحا عالن ككوباد هيا موليد راقي عالن كاللباد عبد الفتاح سعيد مري لنك بدل كامت شوريقة وانا قرصور كافرادي وحا قلبت شوقة ورسامي احمد وكان مركلة ووسودي بكو بدا مسلح بوبا oo soo difaacday markan shabagii soo gool wadahan idin muuqanaya waa maslax buufan kaasi oo la finaalka
iyo koobka waxaan ugu dabaaldeg doonaa barxadda garoowe balse waa hadii ay ku guuleystaan ciyaarta galabta waa mid aan fursada aad u tiro badan la sameynayn taasi oo ku tusaysa in koox waliba ay taxadarayso oo finaalka markii ugu horreysay waxaa soo gaadhay Highland oo doonaysa inay koobkan ugu dabaaldegaan darista dhahareed oo markaasi gobolka Highland dhanka xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal taageerayaashiisu iyo sidoo kale ciyaaryahanadu waxay doonayaan inay koobkan ku guuleystaan markii saddexaad oo xidhiidha si ay ugu dabaaldegaan barxadda magaalada Garoowe markana waxay isdiyaarinayaan ciyaaryahanka xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal waa uu soo dhiibay markan Nani khadka dhexe bartika garoonka waa soo dhiibay markan waa kuwan mar kale halis badan tahay markani kubaddu balse waa laga soo difaacay waxaa halis ku abuuraya difaacyada Highland ciyaaryahanada Jeneerka iyo sidoo kale Nani balse Daad Yuusuf iyo ciyaaryahanka Canjeex garabta waa kuwa aan la mari karin waa kan khadka dhexe oo soo dhiibay bartika garoonka mar kale waa kan ciyaaryahanka xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal waa kuwan ayaan le meesey waa kan Bile waa kan Bile Montu waa uu soo dhiibay markan injineerka balse difaacu ma uu ogolaan markan kubaddaasina way soo xakameen Machabe waa kan Machabe ciyaaryahanka Cabdisalaan Dheemanka nambarka sideedaad Cabdiraxmaan waa kuwan Highland markan balse kubadda waa laga soo difaacay markan khadka dhexe markan ciyaaryahanka injineerka waa kan ciyaaryahanka Sharmaarka Xaashi mar kale ciyaaryahanka Bashiir Xaashi waa kan Bashiir waa kan Bashiir Xaashi waa uu soo dhigay diilinta Bashiir Xaashi markan waa laga soo difaacay Bile balse markan waxaa loo qabtay ciyaaryahanada xulka kubadda cagta ee gobolka Highland 30 daqiiqo oo ciyaartani socoto shabaga lama booqan gool wadayaasha Liban Ilyas iyo sidoo kale goolhayaha xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal ciyaaryahanka lagu magacaabo Maslax Buufan waa kan mar kale waa soo dhiibay bartanka garoonka khadka dhexe mar kale ciyaaryahanada Nugaal Nugaal iyo Highland galabta waa la ismari leeyahay ciyaartani oo markaasi muujinaysa inay tahay final iyo kaba dambeys gool wada waliba waxa uu ilaashanayaa shabagiisa taageero waliba waxa uu ka warwaraya goolka shabagiisa gaari doona kaasi oo wadna qabad ku noqon doona rajada ay kala hayeen inay ku guuleystaan koobkan waxaa la isu diyaarinayaa Bilasiyoon waa kan markan oo soo dhiibay Liban Ilyas waa soo baxay balse markan dhaawac ayuu sheeganayaa Liban Ilyas waa 20 jir markaasi waardiyeynaya shabaga xulka kubadda cagta ee gobolka Highland waxaana la wareegtay kooxda Boosaaso FC ee heerka koowaad taasi oo markaasi la wareegtay kadib markii wacdaro ka soo bandhigay ciyaaraha gobollada Puntland waxaana sidoo kale tababare waa kooxda Boosaaso FC ee gobolka Bari isla tababaraha Highland waa Maxamed Cabdulla waa kan mar kale waa soo dhiibay bartanka garoonka xulka kubadda cagta ee gobolka markaasi Nugaal waa kan mar kale waa soo dhiibeen khadka dhexe bartanka garoonka mar kale waa kan weerar ciyaaryahanka Nani waa kan Nani Nani waa u dayacay markan cajiibka haydan Nani waa tan bam balse waa taagay goolka hase yeeshee ma ay gelmin markan waanay hareeri martay goolka gool wada Liban Ilyas waa kan Cabdicasiis Diida oo soo dhiibay Diida markan bartanka garoonka injineerka waa kan injineerka balse difaaca nambarka shanaad kubaddaasi waa uu aamini waayey waxaana u saaray dhanka koornaha kabtanku waxa uu kubadda u saaray dhanka koornaha waxaana markani soo tuuraya ciyaaryahanka Ayaan Lameesi xulka kubadda cagta ee gobolka markaasi Nugaal waa uu soo dhigay oo gudaha diilinta daafac Canjeex waa uu soo difaacday mar kale waa kan injineerka waa kuwan Jaamac Muusa waa uu dayacay markan Jaamac Muusa waxa uu sameeyey isku day ugu horreeyay difaac ka sameeyey ciyaarta finaalka Jaamac Muusa waa ay ka baxday kubaddaasi waa difaaca dhexe ee xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal Liban Ilyas waa markan isu diyaarinaya ciyaarta finaalka ciyaarta kaba dambeysta daqiiqadii 40-aad goolwadahan waxa uu isu diyaarinayaa markan inuu soo tuuro kubadda waa kan waa soo dhiibay Liban Ilyas bartanka garoonka mar kale khadka dhexe waa laga soo difaacay waa tan mar kale xulka kubadda cagta gobolka Highland Cabdisalaan waa kan Dheemanka waa laga soo difaacay
dheemanka haylaaneed waa laga soo difaacay. Jaamac Muuse Hanuugaalna waa soo difaacay. Waa kan mar kale nambarka labaad ayaa la meesay, balse waa laga soo difaacay. Nambarka lixaad Axmed Fidaal, Axmed waa soo dhibay Fidaal. Waa kan Cabdisalaam dheemanka, balse maslax abuufan waxa uu kubadda aniga leh marka ugu dambaysa. Waxa isku leeyahay ciyaaryahanada Sheekh Xamse iyo sidoo kale Suraj oo ka tirsan ciyaaryahanada xulka kubadda cagta ee gobolka Hayland. Waana labadii beddel ee markaasi uu sameeyey tababare Maxamed Cabdallah ciyaartiisa ma finaalka. Waana markan ciyaaryahanada isku leeynaya. Waa kan mar kale bartanka garoonka Khalid Budul. Waa kan Khalid markan waa soo dhigay diilinta Cabdisalaam dheemanka. Waa kan balse waa laga soo difaacay Xabiib Cali Xirsi. Xabiib waa kan Xabiib Almalayeen waa laga soo difaacay Xabiib. Ah ya Xabiib markan nambarka labaad waa soo dhibay markan bartanka garoonka heerenka ayaan la meesay. Daad Yuusuf iyo Canjeex waxay ku soo wada bilowdeen difaaca dhexe ee Hayland. Sidoo kale difaaca dhexe ee Nugaal waxaa ku soo wada bilowday Cabdicasiis Diida iyo sidoo kale Jaamac Muuse. Waa kan mar kale nambarka 17aad Naane waa laga soo difaacay Naane. Cabdiraxmaan Canjeex kabitaano waa kan, balse Naane markan kubadda waa lagu hirdamayaa weli. Naane iyo sidoo kale Canjeex gacan tuurasha xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal. Waa kan waa uu soo dhiibay markan ciyaaryahanka nambarka 14aad waa injineerka bartanka garoonka mar kale. Waa kan ciyaaryahanka nambarka 17aad mar kale khadka dhexe waa uu soo dhiibay. Waa kan mar kale ciyaaryahanka nambarka lixaad Tomaska Cabdixamiid Tomaska. Waa kan Tomaska, waa kan Cabdixamiid, waa kan Cabdilaahi Carlos, balse waa ka baxday kubaddaasi. Waa ka baxday markan Cabdilaahi Carlos, markana waxa uu isu diyaarinayaa gacan tuurasho. Waa kan mar kale bartanka garoonka halka kubadda cagta ee gobolka Nugaal. Waxaa markaasi faawl tuuranaya ciyaaryahanada xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal, waxaana kubaddaasi dul taagan Cabdilaahi Carlos. Halka kubadda cagta ee gobolka Nugaal waxa uu ka ciyaaraya garabka midiga difaaca, hore garabka midiga difaaca sanadihii tegey waxa uga soo ciyaaray gobolka Nugaal Cabdilaahi Gacmo oo markan ciyaartan daawanaya galabta. Markan waxay isu diyaarinaya ciyaaryahanada xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal. Waana ciyaaryahanada Naani ayaa la meesay. Goolwada Liban Ilyas waxa u taala markan shaqo adag. Waa kan markan ayaa la meesay, waa uu soo dhigay markan, balse difaacu ma ogola markan. Canjeexna waa uu soo difaacday kubadda bartanka garoonka mar kale. Waa kan ciyaaryahanka Bashiir Xaashi mar kale weerar cagsiya waa kuwan Hayland. Waa kan bartanka garoonka waa uu soo dhiibay markan ciyaaryahanka nambarka 16aad. Waa kan Cabdisalaam, waa kan dheemanka, waa kan ciyaaryahanka Machabe. Waa kan Hayland, waa kan Machabe Hayland, balse waa laga soo difaacay markan. Mar kale nambarka 8aad Cabdiraxmaan Asalaam, fursad khatar badan, balse markani waa laga soo difaacay mar kale. Waa kan nambarka 3aad waa kan Bile Cajiib, wala Cajiib Maestro. Waa kan Bile Bile, waa kan Bile Cajiib, khadka dhexe waa soo dhiibay mar kale ayaa la meesay bartanka garoonka mar kale. Waa kan ciyaaryahanka xulka kubadda cagta gobolka Hayland Naani, balse kubaddaasi waxaa loo qabtay ciyaaryahanada xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal. Xashaashada markani ka muuqanaysa shirkadda internetka ee Amtar, taasi oo si weyn uga qayb qaadanaysa tartankani. Sahal Cable TV ayaad ciyaarani si toosa uga daawanaysaan saaxiibayaal daawadayaal. Waana ciyaarta finaalka kaba dambaysta 8:30 ciyaartan wax gool ah la iskama dhalin. Markan ciyaaryahanka Kimmich waa soo turiyay kubadda. Kimmich difaaca waa soo dhiibay Axmed Fidaal. Waa kan Xabiib waa soo dhiibay markan Cabdisalaam dheemanka. Maslax Buufan ayay markaasi kubaddu gacmihiisa u tagtay. Waa goolwadaha nambarka 30aad waana goolwada cajiiba Boortiyeriga soo bandhigay kubad daaftay kubad ciyaartii sema finaalka ay wajeen xulka kubadda cagta ee gobolka Cayn. Waa kan mar kale khadka dhexe nambarka 2aad waa uu soo dhiibay markan bartanka garoonka. Waa kan ciyaaryahanka Bashiir Xaashi. Bashiir waa kan Bashiir Bashka waa uu soo dhiibay Bashiir, balse waa laga soo difaacay markan. Mar kale ciyaaryahanka nambarka 16aad Sharmaarke Xaashi kabtanka Sharmaarke. Waa kan Sharmaarke waa laga soo difaacay Machabe.
وحولي قلبت وحدوني أنا في النالك ودبال دقنو جدها عاصمة دقروي بالسيسيقو وكلا شرمارك حاشي وحولي ومرك يجي صدحات وانا دوني أنا في النالك وكبولي سنو وانا يادك تاين لهور استاقو عياري هندا مركني حلقة كبادة عكتو قبل كنو قال واكان مركلي حلقة كبادة عكتو قبل كهيلان وقال قصو دفاعي مركني وكان مركلي خد كدحة ووسودي ببيلي وكان مركلي عيريانكا أيان لميسي وكان أيان لي وكان عيريانكا عبد الحميد توماسكا وكان توماسكا بالسليبان وكان كبادة عجيب كهي دي عبد الحميد توماسكا بالسقول وده ليبان وحاولي ميا ميا وحاولي كبادة سوسو سفقري قاب عجيبا أفرطان ميد وحان كسي دواني ناقيب توري كلان كدمات كيدا وكان عبد السلام ديمانكا دائماً كواوسو دي بي مركلي وانتو بلسوا اللقصو دفاع وير عكسيا أيان لميسي مركلي خدك دحي نمبر كيسا دحات بلي وكان بلي واوسو دي بي وكان عياريان كبشير حاشي بلي نمبر كيسا دحات بلي مهارات عجيبا يوسو بديقيا بلي نوغال وكان بلي هنوغال مركن بلسي كبدا مركني واي كبح وحانا صوت هوراني عياريان ندا حلقة كبدا عكتا قبلك هيلان waxa markaasii soo tuuraya gacan turasho ama foor gacan ciyaariyanka kubadda cagta gobolka Nugaal waa uu soo dhiibay markan khadka dhexe markale waa laga soo difaacay kubadda markale gacan turasho ciyaarta finaalka waa kan markan bartanka garoonka Cabdi Casiis waa kan waa soo dhigay gudaha diilinta balse markan gool attack uu sameeyay way ka baxday isku dayga uu sameeyay difaaca xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal waxay ku dhamaatay kubadaas inay u baxdo dibadda ليبان إلياس ومركني صوت ريك بدأ ليبان إلياس والوضع حلقة بدأ عكتا قبلك مركاسي هيلان وكان وصولي بين ليبان إلياس خدك دفع عياريان كحلقة بدأ عكتا قبلك نقال انشنيرك وحلوق بتاي فاول مركني وحفاول لوق بتاي عياريان كنشنيرك garsoor abdullahi haaji hasan waa garsooraha dhanka haajinaya kulanka galabta waana garsooraha koowaad dhanka calanka abdi fatah saciid mure iyo mawlid raage ali waa kan markan ciyaariyanka ayaan le messi ayaa isu diyaarinaya wax kubada cagta ee gobolka nugaal messi ayaan le ayaa u taagan markan ayaan la meesi waa kan ayaan le balse markan gool wada liban kubadaasi waa soo seef gareey gool wada xul kubada cagta ee gobolka markaas haylaan waa kan khalid budul kubad weer cagsiya balse markan gacan turasho gacan turasho xul kubada cagta ee gobolka nugaal waa kan markale bartanka garoonka oo soo yimid ciyaariyanka khadka dhexe waa kan markale ciyaariyanka sharmaarka haaji kaptanka waa kan balse markan waxaa loo qabtay faul كابيتانو شرمار كحاشي وحلو قبطي فاول يارتنا والله بيا أفرتن من وحن كوشي سغينا دمات كغيب تهوري ويكلمة تايكلية صدح من دي نقال إبر سيدو كالهاي لان إبر ونتيجة قول الله أنا سفر سفر إبر إبر نيل نيل وحبا وحبا ونتيجة عيار تقلبتا وفينال كاترتك عيارها قبل دي بلان ومركني أيسو قارين هيلان ومركي ديوبوه الرئيسية iyo nugaal oo markii saddex xaal oo xiriir soo gaaray safiina markan waxa la isu diyaarinayaa kubad laag xora ciyaariyahanka nambarka saddexaad bile ayaa markaas u diyaar garoobaya bile oo nambarka saddexaad taageerayaal tiro badan ayaa ku sugan garoonka mira awaare stadium nambarka saddexaad ee bile ayaa markaas u taagan waa xulka kubadda cagta ee gobolka markaasi nugaal waxa uu isu diyaarinayaa kubad laag xora Borussia inuu ku soo tuuro markaasi gudaha diilinta bile ayaa markaasi kubadiisa la sugayaa dhammaan taageerayaashu ku sugan mara waare stadium ee xulka kubadda cagta gobolka Nugaal waxay ka sugayaan kubadda ciyaaryahan bile waxaana markaasi u digaya garsoore Cabdullaahi Haaji Xasan haystiyaani Liman Ilyas waxaana sidoo kale diyaar garoobaya bile ciyaaryahan kubadda oo nambarka saddex xaada waa yaryaanka lagu magacaabo bile maxamuud diiriye
وكان بيزون بلا وكان وكان بلا وصولي مركان بلا كبدة بالسواي كبحري مركان كبدي وصولي بلا وحي وبحدي بنانكا وحنا صوب رابنيا قول وضع ملك كبدة عكتة قبل كمركاسي هيلان أنكسي سوينا دمات كقريب صهورة يكون كاني وحصولي بيا مركاني قول وضع ليبان إلياس ليبان إلياس waxay isu diyaarinayaa kubadda finaalka iyo koobka ciyaarta kubadda baysta waxay noqonaysaa dhanka nugaal ama sadanka haylaan gari laban nin kama wada qoosiso oo finaalka waxa uu dabaaldegi doonaa iyo koobka labadan xul mid kamida waa kan Khalid Budul khadka dhexe waa soo dhibay markan bartiga garoonka markale waa kan ciyaaryanka nambarka 3aad waa kan nambarka 3aad bile waa soo dhibay nugaal waa kuwan waa kan bile markale waa kan markale ayaa la meesi waa kan ayaa la meesi meesi waa soo dhibay markan khadka dhexe nambarka 14aad injineerka sharmaarka haashi sharmaarka haashi waa soo dhibay bulshada kubadaasi ayuu dambayn u tagay kan ka ancheer waa kan markale Khalid Budul Khalid Budul mid kamid labada weeriyahan ee garabta haylaan wadaymanka iyo hayla wadaymanka iyo sidoo kale Khalid Budul waa kan Khalid ereyan kan number 12 turnaad waxa kubada si ka aan furasho markaas waxay isu diyaarinayaa ciyaaryanada xulka kubada cagta ee gobolka Hayland waana ciyaaryan ka majabe waa number 3aad waa kan majabe oo soo dhigay number 22aad Habib حبيب علي حرزي مركز سجع عن فرشو يريانكا بشير حاشي نمبركا لباتن يلا با وصولي بمركز قد كده حبيلي حبيلي وصولي بمركز مركز يريانكا دفاع عبد العزيز ديدا ديدا مركز وكان خالد بضول وير عكسيا وخالد بضول وكان خالد وكان هيلان مركز وصلق يسو دفاعي خالد بضول كبدي وكوكا ليستي وحيكو صودا ماتي لبها دفاع عجيبكا ee Abdul Aziz Dida ana markan faawl loo qabanayaa meel halis badan ciyaarihanada xulka kubadda cagta ee gobolka Hayland markan waa halis badan tahay waxaana soo dhamaaday 45 daqiiqo sidoo kale waxa la ciyaari doonaa 2 daqiiqo additional time waxaana daqiiqada markan is soconaya waxa markan la isu diyaarinayaa Brisbane ama walaal kora waxa la isu diyaarinayaa kubad laad ka horta ah waxaan u taagan Cabdisalaam Dheemanka Cabdisalaam Dheemanka ayaa markaas isu diyaarinay way khatar badan tahay waa kubad markani khatar badan waa kan Dheemanka Cabdisalaam Dheemanka markaas way soo dhamaatay kubadaas ay toore kulankan natiijo gool laana ay ku soo dhamaatay ciyaartani waana natiijo gool laana ebar iyo ebar finaalka qayb toore wax gool ah la iskama dhalin balse qaybta dambe waan ku soo laabanaynaa saaxiibayaal daawadayaal ha ka fogaanina saaxiibada telefishinka sahal kayba tv kaasoo sagaashan ka tagnaba kala socon doontaan ciyaartan cajiibka markaasi tababaro waliba waxa uu la soo tashan doonaa ciyaaryahanadiisa waxaa dhaawac markani sheeganaya Khalid Budul oo markaasi daqadii dambeeyay dhaawac soo gaaray waxaana garoonka ugu galay maxda caafimaadka oo markaasi xaaladdiisa la tacaalaya tusanaya goobii tumti ciyaarihan ay garan ku jiray iyo dhammaan ciyaarihanadii shaqeedka
صاحب كوكبو هاها ديار ترتالي هاها تاكي كوكدو هاها ترتيبو غاد هاها تشكر كايلاري هاها صاحب كوكبو هاها ديار ترتالي هاها بدون بال التاريخ ضع يارتا
عسان هكا غاد العيارتا وعياري علادة كريبا عيارتو يعيارتا عيارو عقتادا نسيبك كوعي الباح ما هاي لامبا لعرابي ساقوبكا منو قلبا كوعويني ساقوشا بدون باع الفندور عيارتا بدون باع لتاريخ ذا عيارتا بدون باع لتاريخ ذا عيارتا بدون باع لتاريخ ذا عيارتا عيدنا كلنا عيارتا شروق عيارة عيارتا عيارة عيارة إمام الدور عيارة عيارتا يداي عيارة 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 مبوسك عيارة عيدنا كلنا عيارتا شروق عيارة عيارتا عيارة عيارة إمام الدور عيارة عيارتا يداي عيارة 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 مبوسك بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي هبون صاحب يال داود يال ملك استان قد داون إنسان كلنتي هبون مركلة وعيار تفينال خير رحمة ريسو قبل ده هيلان يسيدو كله قبل كنو قال ونسيش هذا غيب صورة هيد إبر إيه إبر لسكون صلاة بس غيب شيء تم به وحنا هل بدل سمية وبراء حلك كبد عقتا قبل كمركز هيلان وسوق ريش شيخ حمسة والنمبر كتب هذا أنا ويريان كتر سان حلك كبد عقتا قبل كهيلان وكان مركان خدك عيريان كحولك بدأ عقتك قبل كانوا قال وكان ووصو قلي مركان يا سلام يا سلام يا سلام واسر لقصو دفاعي مركاني برتن كقرون كا خدك عيريان كأحمد فلال وكان أحمد ووصو دي بي عيريان كحمسي شيخة وانا لقصو دفاعي مركان خدك عزيز ديدا مركان وكان بيلي بيلي وكانوا قال ووصو دي بيلي متشابي خدك عيريان كحولك بدأ عقتك قبل كانوا قال مركاسي لو قبطي فاول عالم ولونا مركان واحد استعمالي عالم كيسا كاسي او شيقيا اوف سايد دنكا عياريان كان شنيركا وحانا مركان سوى بلابان ايو كوبادة قول ودى ليبان إلياس ليبان واو سوى ديبان مركان كوبادة داد يوسفا مركاسي كوبادة سوى لادي دونا ودفاع دحيح الكوبادة عقتو ايو كوبالكا مركاسي هيلان واقان عانشيح عن شيح نمبر كشناد وسوري بيخذ كده حي وعن شيح مركلة وسوري بين نمبر كلا باتني لو بشير حاشي شرمارك حاشي مركلة وأكن شرمارك مرسوك بدو أيك بحدا يبلي دفاع حلك بدع عقتا قبل كا مركزين يقال يرين كنمبر كسد حاد ما تشبه باي سودي يرين يا ما تشبه وأكن ما تشبه قاعد تورشوا ما تشبه هيلان ما تشبه نمبر كسد حاد وسوري بمركن خذ كده حبيبي علي حرسي يا سلام
حبيب مركني ولا جسودي فعي وكان مركلان شنيركا وكان شنيركا نقال وكان شنيركا محمود محمد شامع بلس مركان وايك بحدي يا سلام يا سلام مركان كور نحولك كوبادة عاوزة قبل كمركز هيلان هيلان مركز كورنا يا لغو واكن نقال واكن مركن واوصول دي دفاع جامع موسى واكن دفاع مركن ديدا مركن يحلق كبدا عكس قبل كنقال نقال شبك جواي قارين بلس مركن وحاول سلمى مقر صور كبدا سيناني قول هين وحنا مركن لورد يحلق كبدا عكس قبل كمركز هيلان وحيد كبدا خطر بدن بلس مركن عيار تولي وابر يبر واكن مركلي مرتك غرونكا واو سوري جاي مركن وها مركز يبدل عيارته كوبا حي فيتو او نمبر كالاباتان هذا فيتو ايا نمبر كالاباتان هذا بدل كوبا حي وحانا بدل كوسو قال حمس الشيخه وانا بدل كلي عيارته مركن لقسمي خدي حيا غرونكا كتبي معلم محمد عبد الله وحو سو خوجي دنكا ويركا يسو مركز ساري ميد كميد عياري هندي افرتا يا خد حك عياري بلي ايا مركاني وتاغن واكونو قال بلي واكن او سودي بلي يا سلام عن شيح وحاو سو دفاعي كهر قول ودا ليبان وارفنتي دفاع عجيبة واكن مركلة برتكا قرونكا مركلة داد يوسف خطها دحي عيريانكا بشير حاشي واكن واكن بلي بلي او سودي بيكو بدا عيريانكا مركلة نمبر كافري تمناد انشنيركا وكان مركل خدك دحوا سودي بين شنيركا او العيار صاحبك مركن ليبان ليبان الياس نوا سودي يعني واتن كبدي عجيب كايدن شنيركا بلس ليبان وحاو نقضي جيسك فرسدن وكان مركل او سودي بي برسن كغرونكا عيريان كحلك كبدا عكتا اي قبل كهيلان حمسة شيخة وكان شيخة او سودي بي خدك دحوا عيريان كنمبر كسيدي عبد الرحمن وكان عبد الرحمن الشيخ وكان وكان حمسي الشيخ وكان يا سلام وكان كبدي حمسة الشيخ بوم بلس جول ودا مسلح بوفا وحولي ميا ميا مركن ومركن قبلها كبدا بلس ماها مركي الشبك اللي قاري لها ومسلح بوفا وكان مركل حبيب حبيب علي حرسي وكان وكان حبيب حبيب يا حبيب بلس ولا قيسو دفاعي مركن جامع موسى مركله نمبر كلي حاد واكن خط كدحه واكن جامع موسى جامع موسى شوغره الدفاع هو كبد عقته قبل كانو قال هو سو دفاع عليك بدا مركن بلس حبيب واي كبحدي حنا سو بلا بدون مسلح بوفن ينا كانو قال مسلح بوفن وحول عياري صاحبتي مركن برتك غرونكا عيريانكا ديدا عبد العزيز ديدا خط كده حواكن مركله واو سو دفاع دي فيلال احمد فيلال مركني واو سو دفاع كبدا كنت من دو عيارتني صوت مركن مع هل بدر سميت وبر محمد عبد الله وانا توبرا هل كبدا عقتا قبل كايلان مركاسي سوق لي عيريان كحمسه الشيخه انا بدل كبح عيريان كخط كده عجيب كان نمبر 20 وفيتو وحانا كورنو تاغن عيريان خالد بدول وكان بدول خالد وصوري مركن وخالد مركن وصوري بل سوا كبح دي مركن خطر خطر بل سي مركن قودهان ببنان كاي كبدا سو بحدي بنان كاي بحدي سكوتي كاي سمين عيار يدعو الكبدا عكسي قبل كهيلان وحانا مركن سي كرسوركو ويري يمتكم عياري هندا حلو كبدا عكسي قبل كهيلان وحانا كار هرودو بحي عياريان كا لغو مقعابو كيميج اي نمبر كشاني تمناد كيميج لغو كبادة عاكتا يقول كهيلا نمبر كشاني تمناد وحاو بحي يلو كار كار كهرودا جامع موسى واكن دفاع لغو كبادة عاكتا يقول كا نوغال وو سودي بي خلص كدحي مركلة برتكا قرونكا بل سوو سو دفاع احمد فيلال احمد فيلال وعياريان كا خط كدحي لغو كبادة عاكتا يقول كهيلا وكان بيلي نمبر كسد حاد يحل كبدا عقتا قبل كا نقال مركلة ويسوري بين خط كدحي
وكان برتك جرونك عيران كحول كبد عقتا قبل كهيلان وصودي فعلي مركن داد يوسف حوصودي فعلي كبد مركز خطر بدنيد مركن أجا عن تورش حول كبد عقتا قبل كهيلان قبل كمركز سينو قال وميدب كعسان كاف عياريا وكان مركلة وصودي بخط كده بل سوى لقى صودي فعلي عيران ككيميتش أي مركز صودي فعلي عبد السلام دائما كا مركلة نمبر كل حاد توماس كا عبد الحميد أيان لميسي وكان ميسي وكان أيان له أيان له وكان نقال مركن أيان لميسي وأوصول ديك بدا بلس حبيب في كل مكان وأوصول ديك حبيب خطك الدحيل يا مركن يقول الله أفيدك دفاعة وحوصول دفاعة كبدا يقوها لست بدنيد يا مركز غيب صلى بعضي فلانك وكان مركن عياريان كا خطك الدحيل ولكو بدا عاتي قبل كهيلان وكان أيان لميسي وكان أيان له وكان ميسي أيان لو صورك كبدا أديل أنت وكان مركلة ساحب كيلو عياري قلت بدا عاتي قبل كان قال وكان مي ناني ناني وكان ناني يسكو دايق عبد القادر ناني وحاو كسو دماضي قعمها قول ودى ليبان الياس عيارته لي والاستمر إلى إياه صدح يو كنتم دقيقو ما أي سورتك لن شبك الله بغضو خاسو موچينيسا قول وضياش الله بدا حل أي وطاني ليهن كو عجيبا ومسلح بوفا ونقال مركا قول كو وردينيا يسيدو كاليبان إلياس وقول كو وردينيا هيلان وكان مركا يا السلام ووسودي بي حلق بدا عكتا قبل كايلان ووسودي بي حمسي برتك كرونكا مركلي وقال لقى السودي في عاي مركني خالد بدل عبد السلام ديمان كا يسيدو كالي حمسة الشيخة أيا مركا سكا عياري ويرك حلق بدا عكتا قبل كايلان وحدا وعشيغان يا جامع موسى دفاعي حديد كها قلبي قد دفاعي قبل كانو قال كاسيو مركا وقرسول كو قدل بيئن اي قدها صوغلان باهدا عافي ماتك جامع موسى يا مركا الله تعالى سلامات سلامات وامد كمد هالبولياش دفاعي انو قال وانا مد كمد عياري هندا اي فضل قيس هل كان كسو قارين قال وانا مد كمد عياري هنكا haddii dhaawac looga saaro garoonka markan ay xaaladdu ku xumaanayso difaaca dhexe ee kubadda cagta ee gobolka Nugaal walow tobar Cabdi Xakiim Saciid Muuse oo haysto bedel markaasi bedeli karay ciyaarahan waana mid ka mid ah ciyaarahanada halbowlayaasha Jaamac Muuse ayaa markan la dabiibaya salaamad caafimaad ayaan rajaynaynaa qalbiga difaaca ee xulka kubadda cagta ee gobolka Heelan gobolka Nugaal afwan Heelan qalbiga difaaca waxa uu ciyaaray Anjeex yasiido kale xulka kubada cagta ee gobolka markaasi Heelan waxa ka ciyaaray ciyaaryanka Daad Yusuf ciyaartu inay tahay mid ajiiba waxa soo haadiray Mirawaare stadium kumanaan taageerayaala sidoo kalena 5000 oo qof fasitoos oo live uga daawanaysa telefishinka sahal cable tv oo markaasi muqaalo qurux badan ciyaarahan ku soo gudbinaya Cabdi Xakiim Saciid Muuse waxa uu markaasi ka fakaraya qaabka ugu guuleysan lahaa koobkiisa saddexaad oo xidhiidha macallimow ayaa inoo muuqanaya markan waa toobaraha ajiibka waana toobaraha haysta laba koob oo hore waana labadii koob ee u dambeeyay oo markaas uu la qaaday xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal Maxamed Cabdullah markiisii ugu horeeyay uu doonayay inuu ku guuleysto koobkan waa Maxamed Cabdullah xulka kubadda cagta ee gobolka Heelan balse Cabdi Xakiim Saciid Muuse waxa uu hore u sheegay hadii uu galabta koobkan ku guuleysto inuu guud ahaan ba ka fariisanaayo shaqada toobarnimada ee kubadda cagta galabta waa galab uu soo gabagabowayo waayaha tababarnimada ee kubadda cagta ee macallimuhu Cabdi Xakiim Saciid Muuse balse waa hadii ay Nugaal ku guuleysato koobka waa kan markale bartanka garoonka mid ka mid ah ciyaaryahanada Heelan baa dibadda dhaawac loogu saaray waa kan ciyaaryahanka waa soo dhiibay khadka dhexe bartanka garoonka Cabdullaahi Karoos waa soo dhiibay waase laga soo difaacay markan markale waa kuwan Nugaal markan Sharmaarka Xaashi Sharmaarka Hanba waa kan وكان بيلي بلا عجيب بلا واحد على واحد بلا يا سلام وكان بيلي ووسوري بمركن بيلي الى ناني ناني الى بيلي مركن كبد واي سوتا كرسور كحولي وبلي مركن وانتو ويا ميسي وكان ميسي وكان بلا نوغال وكان دفاع مركله وكان عيران كبيلي ووسومري ميسي يا سلام يا سلام اوه وحاول عياري كبد دابتك كبد ايان لميسي عياريان كعجيب ان بدن وحي سويدينيان ciyaaryahanka lagu naaneysayo Messi haddana xidhan nambarka labaad kubadda cagta nambar kasta waad xidhato waa halka aad ka ciyaartoon nambarka saddexaadna waxaa xidhan xulka kubadda cagta ee gobolka markaasi Heelan ciyaaryahanka lagu magacaabo ma jabe
وسوري بمركن برسك جرون كخدك هذا حياة خالد بدول هي مركن يدعو عشان يا خالد بدول ووريان ككسر صعد علي مجال هذا تشجع حارون تدور الدجان كصومالي ده يتوبيا كاسو كوبول يستقبل للنتي ترتن كي قبل هذا الدولة الدجان كصومالي ده يتوبيا وأنا ووريان عجيبة وحوص صعد علي مسافات ربضا شو قولا قولا يستقبلك حلك يسكبد عقتا مركزي هيلان داوع يريان كنيبا أمو غضميد عروس مركن حان اللت تعالى يبهد عاكماتك خالد بضل كنت حالة ديس وحي أمو غطا مدانو كسي ودن كرين العيارة بل سيقوان كودن بيو حالة بهد عافماتك ومركن قرون كوكترتا خالد بضل سلامات كماننا تاقير يالا يارت شد سسوغا يا مركن ناوليين قلبتا ينو شبك صوب وغضو ووريان كان عجيبك سلامات خالد بودول بعد عافية ما تك أي حالة دي سمر كان لله تعالى ده غادي كونتونية تضبع عيارة مر كان غيبت تضم به سلامات سلامات خالد بودول ويريان كهريس تبدأ نحولك كبد عقتة قبل كهيلان وهو كي مد مجال ده شفتيك عاصمة ده دولة دجان كصومالي ده كاسي أوسو صفري سيوم مثل حلفك كبد عاتي قبل كهيلان مرا واري ستاديوم وحاسو حاضر قلبت تاغير يا تر بدن كواسو لا سودا كواسو لا سودا عيارتن حيسها بدن له ان كبدن شن كنو قفنا وحاي سي توسو غداونيان تلفزيون كسهل كيبل تي في كواسو دورين لا سودان حالته او دمبيس اي كوسو دمانس عيارتني dan ka VIP da garoonka waxa ka muuqanaya madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland wa Ahmed Cilmi Ismaan Karaash ahna ku simaha madaxweynaha oo markan ciyaartan ka soo qayb galay sidoo kale gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Jaamac Faarax Muuse sidoo kale wasiir ku xigeenka shaqada iyo shaqaalaha iyo dhalinyaradii ciyaaraha dawladda Puntland Hodan Saciid markan waxa dhaawac looga saaray ciyaarahan Khalid Budul salaamaad 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 xaalad ciyaarahan kani waa mid adag waxay markaasii xaaladu ku sii xumaanaysaa taageerayaasha Hayland oo markaasii laga saaray mid ka mid ah halbowlayaashoodii caafimaad ayaanu rajaynaynaa ciyaarahan kan dhaawac kaga baxay waxaan sidoo kale markaasii u rajaynaynaa inuu ciyaartan dib ugu soo laabto taageerayaal tiro badan oo markii ciyaartan la socda waxay ka xun yihiin dhaawaca ku yimid caafimaadna u rajaynayaan ciyaaryahanka cajiibka ah ee Khalid Budul ciyaarta mar kale ayaa dib loo bilaabay kadib markii ay halka u gashay dhaawaca ciyaaryahankani waxaana markan gudaha garoonka ku jira kaliya 10 ciyaaryahan oo haylana waa kan markale bartiga garoonka khadka dhexe waa soo dhiibay xulkubada cagta ee gobolka markaasii Nugaal nambarka 16aad waa laga soo difaacay markan khadka dhexe Xamse Sheekha barta ka garoonka markale nambarka 6aad waa kan ciyaaryahanka oo soo dhiibay waa kan diida waa kan oo soo dhiibay markan diida nambarka 18aad Cabdul Aziz diida markale Daad Yusuf waa soo difaacay markale Daad Yusuf waa qalbiga difaaca ee xulka kubadda cagta gobolka Hayland waana difaac mayl adag leh waxa wali garoonka dibadiisa dhaawac ugu maqan Khalid Budul weeriyanka halbowlaha oo ahaa xulka kubadda cagta gobolka Hayland haddii uu dhameystirmo bedelka ciyaaryahankan waxa markaasii culays ku fuulayaa xulka kubadda cagta gobolka Hayland kaasi oo ahaa ciyaaryahan ay jabayaan nambarka 12aad Khalid Budul waana mid ka mid ah ciyaaryahanada ciyaar waliba ku soo bilaabanayay dhanka xulka kubadda cagta gobolka Hayland taageerayaashu waxay u ducaynayaan ciyaaryahankan si uu ugu soo laabto ciyaarta waayo waa mid ka mid ah kuwa lagama maarmaanka ee kasoo muuqday miraa waray stadium dhanka Hayland waa kan Cabdiciid Nugaal galabta waxay doonayaan inaanu koobka caasimada dhaafin balse ma suurto galeysa waa haddii ay galabtu guuleystaan waa kan markana awlaad caasima waa soo dhiibeen bartanka garoonka markale balse Liban Ilyas waa soo difaacay waa kan Liban Ilyas gool wadaa xulka kubadda cagta goolka Hayland markan waxaa loo qabtay ciyaaryahanka xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal kabtanka
اللهم العاب انجينيركا ومحمود محمد سامع انجينيركا ايا مركن يوتاغن وحاو تاغن مركن عياريان كلهم العابو توماسكا عبد الحميد وكان توماسكا وكان مركن او توماسكا نقال واي سوري كان مركن مركن وكان ويرر كبدا لسبدن بشير حاشي ولا قصو دفاعي عيارتو وعيارنتي عجيبة وحانا داوانا يسهل كيبل تي في كدوان لحكم اوقف وعيارتو ستو صورة سعودة لان كاميرا واري استاديوم نوحا سو حاضر يا كمانان تاقي ريالة ومركز عيارتان لسعودة فاول مركني وحالو قبتي ميلها لسبدن واي خطر بدن تاي مركن واي هاليس بدن تاي مركن لانك حلقة كبادة عاكتية قولك هايلان ايا مركن لغا قبانيا كبادة هاليس بدن وحانا لو قبانيا نوغال وحايو كدو ده هاي ديلين تسديد يتبانكا وانا مندقة دو قطر تبادن لغودة هام بقرونكا ما دام واي كرد عيان وحوالي با ومركاسي قرونكا كدع كبو دو قو خساسة بدن لي وان مندقة لغا قبتر كورها وانا هالكا لغا قبتو بنال تيغا وهالكا اي مركا كبادان اي كدو ده هاي وحانا اوتاقن ايان لميسي وحانا الشقاء دقا يوتالا ليبان إلياس ومركاسي اي اندها كو هايان دمان تاقر ياش حلو كبادة عكتو قبل كهيلان ايان لميسي ايان مركاني لوغة تقا كبادة واي خطر بدن تاي مركاني آمين وخطر مركان واكان واو صوديقا كبادة واكان مركان خطر 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 بلسة قودهان بقا بحضي واتن كبادة ايان لميسي بلسة قرون كايو دي بدا وقا بحضي هاي خطر بدنيت كبدني وحنا يا هيك بدع عجيب عجيب مركل عياريان عبد الله كاروس ايان لميسي عبد الحميد توماسكا نوال وكول مركل وكان عبد الله كاروس مركل ايان لميسي وكان حمسي وكان شيخه شيخه يا سلام وصو مري مركن واحد على واحد بالسد دفاع مركن وحوله ميا ميا قلبت الديده جامع موسى عبد الله كاروس iyo bashir haashi waxay muuqdaan kuwa aan la mari karin balse abdu salaam dheemanka iyo xamsa sheekha waxay muuqdaan kuwa aan la joojin karin waxaan mar kale dhaawac sheeganay nambarka 6aad yaryanka fidal ahmed fidal oo dhaawac kale oo markaas la soo dirtay xulka kubadda cagta ee gobolka haylaan macallimi abd hakeem saciid muusa waxaa gardaarin ku dambeeyay ciyaaryahanadiisa oo markaas leeyahay ma joogno meel aan ka laabno maadaama aan finaalka soo gaadhnay waana dhaawac kale oo garoonka dibadda looga saari doono xilli uu dhaawac wali ku maqan yahay khaalid budul sagaal ciyaaryahan baa markani garoonka ku soo hari doona xaaladuna haylaan runtii waa mid ku adag maxamed cabdallah waxa uu ka fakarayaa si uu keen lahaa bedelka ciyaaryahanadan sidoo kale waxa uu ka fakarayaa sidii markan ay ciyaaryahanadan garoonka dib ugu soo laaban lahayn waa kan khaalid waa soo laabtay salaamaad خالد بدر واو صلابتي بل سوى حمقان وليها العياري هنا وكلي وانا احمد فيدال برتك قرون كامر كلي وكن عياريان كخط كده حيل عبد السلام دايما كا دايما كا وحا وكوهري مني ولالتي عبد عسيس ديدا وانا الدفاع يوير ريهن وانا قوة انت اقوم بدن سأركيا ديدا وانا مركز ديدي طبعا هذا الدفاع حلقه بدا عاتي وقبل كيني قال عبد السلام دايما كانا ciyaaryahanka weerarka nambarka 16 aad xulka kubadda cagta haylan waa kanaani naani waa soo dhiibay balse ma jabe waa soo dhiibay 56 daqiiqo natiijo gool lahaana waa kuwan mar kale khadka dhexe ya salaam waa kanaani abdul qadir naani balse kubadda markana waxa loo qabtay ciyaaryahanka naani abdul qadir naani waxaana markan u taagan toomaaska oo markaas kubadaan ku takhasusay waa mutakhasis kubadahan oo kale waana ciyaaryahanka inta ugu badan looga tagay waa kan cabdixamiid toomaaska balse waa laga soo difaacay majabe difaaca haylan waxaad moodaa inuu muuqdo mid isku xidhan canjeer waxa uu soo dhiibay saaxiibkii majabe waa kan majabe majabe waa soo dhiibay kubadda balse gacan tuurasho awlaadu alcaasima waxay rajaynayaan inay finaalkii saddexaad oo xidhiidha ku guuleystaan haylan iyo dhahar oo ciyaartan laga daawanayana waxay doonayaan inay darista dhahareed koobkani ku casuumaan balse ciyaartu markay soo dhamaato ayaa la ogaanayaa cidda ku guuleysata waa kan deemanka cabdisalaan deemanka waa ka baxday kubaddii cajiibka ahayd ee waa taagay goolka maslax guufan waa kan ciyaaryahanka diida cabdicasiis diida maslax buufan ayaa mar kale kubadda soo bilaabay finaalku waxa uu ku sii dhawaanayaa qaybta dhammaadka mar walba
ما دام يدمين كلي أفر يلا وقت دقيقه وعيارة في النالك واحد عيارة سيوك ليف أو توس أو قد أول إنسان كسمال ميديا بدان ميديا محمد صالح وبيتشكا قد أول كريسان عيارتني وكان مركلي نوال ويسودي فعين برتنك جرونكا واتهاي مركلي عياريان كوا وسودي بي نمبر كلي حيتمناد شرمارك حاشي وكان شرمارك ووسودي بمركلة كابتنكا برتكا جرونكا وكان عيريان كان نمبر كل حاج ووسودي بمركن وكان انجينيركا انجينيركا نواليد وكان مركلة وكان مركن ناني عبد القادر ناني وكان مركلة ناني انجينيركا وانجينيركا جول وانجينيركا جول وغولاتو احايد اليين دول كتو بعد عيارتا وحاند اليين شنيركا والدبال دقين دبال دقع تشيدا عيارتا وقول يبر شنيركا ينبال نوايد اليين لبان الياس يا هيلان نوال قدري عيارتا وقول يبر قول وحد دبال دقية كيف كفلك كبدع واتن كبدع تشيكا هاي اناني مركلة ملعصو مركلة ايك وحاكو بدأ ديبين ناني وحانا داليان شنيركا بوم بلسي الليباني الياس مركازي وحاو حباكي قبان كريواي كوبادي وقول كاو عابري ان شنيركا وايد مودة مركاني انو ياه ان شنيركا كوبادة عادتا حاونا ويرو كاو عياري احمو كوبادة عاكتي قبل كانبال عيارتنا وقول يابر مركان عبد الحكيم سعيد موسى يبر بارتيس وحيكون جامعي نتيجة عيارته مركزي جول يبر عيريان كان متشابه أيام مركزي توري وكبدا هايلان وكان متشابه ووسودي بي خطك اللي حوا وسودي بي مركز بارتيكا قرونكا مركز عيريان كحمزة الشيخة سوى لقصو الدفاع مركز وكان مركز عيريان كوا وسودي بي وارتكا قرون كنوغال وكان ناني وكان دفاع مركني هيلان وكان ليبان الياس قول ودا هيلان ليبان وحاو عياري بدأ يكون لها انتهى كلسوني وكان مركلة بارتكا قرونكا عياريان كوا وسودي بخط كدحة نمبر كسد حاد متشابة وكان متشابة وكان بدأ وسودي بي متشابة نواي بحري قول كواحد اللي عياريان كان شنيركا وحان اللي قد بال دقيق بودي هان بعاصي مدى قروية قبل كنوغال واسو دبال دقيقين يكون دوادين ان يقول استان كوفكن ما دام النتيجة عيارة كوك عن سريان فرحب دا يمرا واري استاد يمنا وحيس قبصانيا مركاسي دبال دقيق التاقر يا الشاحول كتبت عكسي قبل كنوغال واكن مركلة حمسة الشيخ او سودي بي حبيب علي حرسي مركلة برتكة قرونكا عياريان كبشير حاشي بشير حاشي وانا مركا لبا تن ايه لبا احلوكا كبادة عكتا قبل كنوغال تاقير ياشا احلوكا كبادة عكتا قبل كنوغال ومركا سودة بادقيا قول كودلي قول وضن شنيركا قول وضنها وهيها الليبان الياس نوح لقب وغضي الشيبك مركا وكان نمبر كسيدة عبد الرحمن هيلان خالد بضل وكان خالد بضل وكان خالد بلس الدفاع وحوليه هاي ميا والدفاع ميا القادق لي قلبت هيلان وحي كقوانين اي مركاسي دليان قول كبر برا وكون تاقر ياشا عاسي مدى ومركاسي لي كروب كمار نافي دون عاسي مدى قروا وين قال مركلا وكان عيريان كا وصوري بي برتاك قرون كا حلقا كبرتا عكتا قبل كمركاسي نقال عيارتا في نالك قلبتا قول يبر نقال قول يسلوك الهيلان يبر وكان مركلة ووسوري وبرتكا قرونكا قد كان حبا قلبتا لقوه الدمية نمبر كلباتان يسد حبيب علي حرسي وكان حبيب وحلوه قبتي فاول وحانا أبحي كارد كهرودا يلو كارد بامركان أبحي حبيب علي حرسي حبيب وحو بحي كارد كهرودة يلو كارد اما تشالي عبد الله حاج حسن وقر صورة عمر كاسي كلهم كان يدح لحاجين ايا
وكان مركن وسودي بي خد كده حمر كان برتك جرانكا عيران كحول كبد عقته قبل كانوا قال واللي جس سودي في عمر كله وكون نمبر كسي جدا عبد الرحمن وكان عبد الرحمن مركله وسودي بي عيران كخد كده حه برتك جرانكا مركله وكان خالد بدول وكان خالد وكان خالد خالد بدول وكان خالد جول جول خالد بدول جول خالد بدول جول 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 والسلطين عدو والسلطين خالد بدول نوحة والله المين يا جول كبر برها فرحت أوليد صاحب بدينا وحي كله صاحب وانصلا بني صاحب مركز دجي وحا والله المين يا فرحت أوليد خالد بدول نادام وداوع كسلطي وصعد يتاقر يا شهي لان رجلو ذا يارتنا وقول يا جول خالد بدول مركني مركز واحد بصوت من قرون الطاوعي وهر مركز قرون كوكو بحي وكان خالد وكان كبدي خالد بدول وكان بوم مسلح ابو فن وحاودري مركز ملكلي ديارتنا وقول يا جول خالد بدول واو داوع مي وحاو كسو لابت داوع وحاو نبربري جول وحاو نكبحي قرونكا استقوا المينية سلامات وحين لها خالد بدون كسر عنيسا الميز يقول لك فرحد يسيرو كلام مرغو تاسي او كدغان ان فرحد تهي جولكا مرغو دون اي كدغان تهي ان اي كوادة تهي نعيار تنسي وطو جول ايا جول مركان وكان جول كي خالد بدون واو كان ترولي وحاو سو مري دمان دفاع يدخل في المدى عايت ايا جول كانو غال وحاو ناتاقي جول كمسلح بوفن وجول ايا جول عيارتو مركان عيارتو مركان وقول إيا قول تضباطن إيا صدح منيت وحادي من تضبا إيا طبان دقيقو خاصي وكرد غان هدي عيارتو جنو كسو دماتو اللو قد بدون بالناس عما بركو ريال وكان ليبان إلياس ليبان ووسودي بي برتك قرون كمركالي واسلق سو دفاعي miraa waray stadium galabta waa meel kale oo aan la isku cafinayn maadaama oo la iska soo laabanayo waxaana dhiman 16 daqiiqo aamin miraa waray stadium mara hageed lagu gabado maadaama oo galabta koox kamid ay ku guuleysanayso labadan kul finaalka tartankani kooxda kalena ay soo tinayso tartanka iyadoo soo gaadhay finaalka miraa waray stadium runtii waa stadium cajiib ah waana garoonka marti galiyay sideeda jeer ee tartanka la qabtay lix kamid ah jaamac muuse waa kan waa soo dhibay nugaal waa kuwan nugaal markan liban ilyas waa soo baxay markani waxa uuna u saaray kubaddaasi koorne galabta caasimada waxay leeyihiin mar dhaafaya koob taageerayaasha nugaaleed balse haylaan waxay leeyihiin koob waxa uu socdaali doonaa masaafo dheer oo ilaa dhahra balse markan aneegna waxay ku soo dhamaato waa kan ayaa la meesay naani waa soo dhigay kubadda naani waa laga soo difaacay markani cabdisalaan dheemanka waa soo difaacday markani cabdicasiis diida waa kan diida waa laga soo difaacay markani injineerka mar kale ceyriyaanka kimij waa soo difaacday markani ciyaarta galabta difaacan nugaaleed igu soo orod maahan sidoo kale ciyaaryahanada weerarka ee haylaan maaha kuwa loo maarinayo waa kan mar kale ceyriyaanka bartanka garoonka axmed fidaal kubad laba lagu wada waa kan mar kale xamse oo sheekha balse markan waa laga soo difaacay xamse sheekha markaas waxa uu sheeganayaa dhaawac dhanka ruuga salaamad ciyaartu saaxiibayaal daawadayaal waa gool iyo gool ha ka fogaanina shaashadaha telefishinka sahal cable tv kaasi oo idin soo gudbinaya ilaa 90 daqiiqo ciyaarta haddii ay binaalti iyo rikoryaal gaadhana sidoo kale waa kan mar kale bartanka garoonka nugaal waa laga soo difaacay markani jaamac muuse waa difaaca mayalka adag leh diida cabdicasiis sidoo kale waa difaaca ciyaartiisama finaalka ku maqnaa mis naga smaaj ama waa ciyaaryahan lumiyey inuu kulankaas ciyaaro maadaama uu laba kaadh oo hurda u qaatay ciyaarihii group stage-ka waa kan mar kale nambarka saddexaad bile waa kan bile fi kuli makaan waa uu soo dhiibay mar kale khadka dhexe galabta waa weer iyo weer celin xamse sheekha waa kan sheekha waa kan xamse sheekha maslax buufan waxa uu soo difaacay qaab dhaafay qaab
عجيب عجيب وكان مركله حبيب علي حرسي مسلح بوفان وحوسو بوديس دا شبيلكا وحونا كبدا قرونكا وغسو ساري دنكا خطكا دحي وكان مركله عيار سوايسي كلولاني سامر بمركا قدام بيسا حكفو غانينا شاشة دا تلفزيون كسيحال كيبل تيفي وكان مركله عياريان كشر مارك حاشي فلسداد يوسف وحوسو مركاس حكمية كبدا وكان مركله أحمد فيدال عبد السلام ديمان كواكان وكان ديمان كهيلانيد وكان عبد السلام فاول مركني وحبي حدونا كارد هرودا يلو كارد تماسكا وعبد الحميد وحاو بحي كارد هرودا قلبتا وحاو استعمالي قرصوركو كارر كيو قبضنا يا هرودا إلا استعمالو هالعيار تاسيو كاردقان العيار تنحي سهيدو ومر بمركا كدن بيس عيرك اسكسي شريريو عبد الله حاسي حسن وحو بحيي كارد كيو هرودا وقبضنا يا هالعيار لبحيو عيارتا قلبتا رنتي وامد عجيبة مركنا وحلو تاقن يا بليسيون وحلو تاقن يا لاك حرة وحلو تاقن يا فري كيك عبد الحميد وحاو بحي كارك هرودة وحانو تاقن حمزة الشيخة مركن بليسيون وكان حمزة الشيخة حمزة الشيخة بليسيون مركن حمزة الشيخة جول وودلي الشيخة حمزة شيخ حمسة وأودلي جول كمركن جول 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 وحاو كسو كعي كيتكا وحاو ندلي جول كا وحاو قشوا بمسلح بوفن يا سلام يا سلام كبدي وطري حمسة شيخة وحاي قشي جول كا وعيارتي كسو كعي كيتكا حدنا ودلي جول كا آه يا حمسة شيخة واكن كبدي حمسة شيخا إلا جول كمركان مسلح بوفان بام وحاو كبوغضي جول كجول وديه مركاسي وعد راسو سجودي مركاني وحاو دعاي سجود إساقو مركاسي وحمد النقيا الله سبحانه وتعالى كاسي أو كسمي أنو عيارتا في نالك الشبكة قارو عيارتنا والله بأي أهل والسي أولاد العاصمة والله قد بأي متقلبسا ومرا أواري لسكو عفين مايو والسماء أين يجب المركن وايو أولاد العاصمة وحايا هايستان عياري هنو مركز عيارة كسو علين كريا عيارتنا والله بأي يقول تضباطا إيا السقال نواي مريسا مركن تضباطا إيا السقال قولك وحاو دليان شنيركا وحانا مركز سوبر برهي خالد بودو الهيلان وحانا قولك مركز دليي بليسيون أمو بالله حرا فريكيك حمس الشيخة ciyaartana ka dhigay laba iyo hal waxa markaas uu taagan ciyaaryahanka xulka kubadda cagta ee gobolka markaas inuu gaal waan kan markale waa uu soo dhiibay barsa ka garoonka ciyaaryahanka markani balse waa laga soo difaacay markan weerar iyo weerar celin ciyaartu way isbedeshay waxaana ila soo baxday waji kale waan kan markale ciyaartu way isku laanaysaa maadaama uu finaalka uu ku sii dhawaanayo gabagabo koobku markan waxa uu ku dhaw yahay darista dhahareed daqiiqada koorna waxa uu ku dhawaa barxadda Nugaaleed ee garowe waa markii ay gool yeebir ciyaartu maraysay waa kan markale waa kuwa Nugaal waa kan markale waa soo dhiibay waa kan ciyaaryanka garsoorka markani maxa uu sheegayaa waxa uu leeyahay waa balay ciyaartu ciyaartu waa balay waa usturiya sattar usturiya sattar galabta waa galab dhaaftay galab waana galab runtii ay in badan dhaawacyo sheeganayaan ciyaaryahanada xulka kubadda كهيلان واتن كبدي عجيب كهيدا وسودي بعياريان كانوا قاريد بل سو سودي فاعي حبيب وحمر كاسي كبدا مركني صوب بلا بنايا عياريان كحولك كبدا عكتا قبل كانوا قال وكان مركلي خد كده حي ايان لميسي وكان ميسي مركن وهلق سودي فاعي برتك قرونكا أيان لميسي وحاد مدين عيارتين وحكا بدلين حيلة دا توابر ياشا وتوابر محمد عبد الله يسلوك عبد الحكيم سعيد موسى ولو كوك عنصر يا محمد عبد الله بدل كيو سمينا وحاو نقضي قول كمركاسي هيلان مركاني واه قول كالباد وحاو سوبة دلي حمسة الشيخة وحاو ندلي قول كالباد محمد عبد الله صدحي اللي حدان شركا عجيبكا وحاو هذيك سنة يا خبر دي زي توابر نمو markan ciyaariyanka lagu magacaabo Jaamac Muusa
waxa garoonka ku soo biray ciyaaryahanka lambarka 9aad ee Euro kaasi oo doonayay inuu ciyaarta wax ka bedelo balse waxay maraysaa 18 daqiiqo waana xilli ku filan inay ku soo laabtaan Nugaal Nugaal way soo laaban karayaan waa kan mar kale bartanka garoonka waa soo dhiibay ciyaaryahanka waxa uu ciyaaray saaxiibka ayaan leh waa kan Messi waa kan ayaan leh Messi waa soo difaacay markan Anjeex Anjeex waxa uu leeyahay maya 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 maaha galabtii mar kale shabaga la iga booqanay waa kuwan mar kale awlaadul caasima mar kale waxay soo qaadayaan weerar waa uu soo dhiibay ciyaaryahanka Bashir Xaashi waxaa loo dhigay foul bilisyon nambarka 9aad Euro waa kubadda gasiya badan Euro mar kale waa kan mar walba waxaa hor u guulay ciyaaryahanada Nugaal kuwaasi oo doonaya inay ciyaartan ka soo laabtaan waa kan Axmed Fidaal markan ciyaartu waxay la soo baxday waji kale waxaanay maraysaa 2-1 waxaa bedel markan uu taagan yahay ciyaaryahanada xulka kubadda cagta ee gobolka Hayland waxaa garoonka ka tagaya ciyaaryahanka dhaawac ciyaarayay Khalid Budul kaasi oo markii uu goolka dhaliyay la ilmeeyay isagoo dhaawacan haddana gool u dhalinaya xulkiisa Hayland waa kan mar kale waa uu soo dhiibay xulka kubadda cagta ee gobolka Hayland waa kan markan ciyaaryahanka waa laga soo difaacay markan bartanka garoonka ciyaaryahanka nambarka 4aad ee Hayland baa markan garoonka ku soo biiray waa kuwan mar kale waa kan gudaha diilinta waa kan Machabe waa uu soo difaacday Machabe waxa uu leeyahay galabta waxaan naga go'an inaan ciyaartan markaasi guul gaadho maadaama oo ay tahay markii ugu horreysay aan finaal soo gaadhno waxaa bedel ku soo galay ciyaaryahanka nambarka 4aad waa Shaif Cabdisalaam Maxamed oo nambarka 4aad ah waxaanad moodaa tababare Maxamed Cabdalla inuu saaray weeraryahan soona gelaya kubad burburiye taasi oo ka dhigan in markani uu natiijadan difaacanayo Maxamed Cabdalla khibrata siniin balse Cabdixakiin Siciid Muuse ma jiro tababare ugu khibrad badan koobkani maadaama uu 2 jeer oo xidhiidha ku guuleystay waa kan mar kale bartanka garoonka Cabdisalaam Dheemanka Dheemanka Hayland markan way ka baxday kubaddu mar kale gacan tuurasho Bashiir Xaashi waa kan Bashiir gacan tuurasho mar kale Bashiir Xaashi waa kuwa Nugaal Cabdicasiis Diida waa kan Diida waa uu soo dhiibay markani bartanka garoonka Diida waa uu soo dhiibay markan ciyaaryahanka mar kale ayaa la meesay waa kan Bashiir Bashiir Xaashi diilinta markan Nugaal waa kuwan Bashiir Xaashi markan way ka baxday Bashiir يا سلام يا سلام يا سلام بشير حاشي واي كب حدي كوبا داسي اولاد العاصمه وحي كو دواادين ان مركلي اي سره كعان كمانان تاغير يا لو كو سغن ميرا وار استاديوم بلس ما اي صورت غلين 84 دقيقه وحان غلي دقيقه 88 عيارتنا ولي وا 2-1 نوغال واي سو لابان كريان يا امين واي سو لابان كريان نوغال وا كان ديمانكا mar kale bartanka garoonka mar kale ciyaaryahanka waa soo dhiibay khadka dhexe waa soo dhiibay mar kale waa kan ciyaaryahanka ciyaaryahanka nambarka 9aad Euro waa laga soo difaacay markani khadka dhexe ciyaaryahanka xulkubada cagta gobolka Hayland waa kan Xamse oo Sheekha waa kan balse Cabdicaam Muuse waa soo difaacay markani mar kale waa soo dhiibay bartanka garoonka ciyaaryahanka xulka kubadda cagta ee gobolka markaasi Nugaal waa nambarka 22 Bashiir Xaashi waa uu soo dhiibay markan mar kale waa kan waa uu soo dhiibay bartanka garoonka nambarka 9aad Euro Euro waa kan balse way ka baxday gacan tuurasho miraa waare markan la isku cabbin maayo maadaama ay marayso 2-1 waa la iskaga daba yimi waana la iska booqday shabaagta waa kan mar kale 6 iyo 8 daqiiqo waxa uu taagan mid ka mid ah ciyaaryahanada xulka kubadda cagta ee gobolka Hayland waa kabtanka waa uu soo dhiibay markan ciyaarta galabta waxay la soo baxday waji kale waana isbedeshay markan maadaama uu la iska dhaliyay 3 gool qaybta dambe ee kulanka mar kale waa uu soo dhiibay nambarka 4aad Shaif Shaif waa kan waa uu soo dhiibay markan mar kale waa kan ciyaaryahanka Xamse waa kan Sheekha kubadda markan waa laga soo difaacay mar kale khadka dhexe Shaif ciyaaryahanka badal ku soo galay waa uu soo dhiibay markan waa kan Dheemanka waa kan Cabdisalaam balse markan offside
وكان مركا عيريان كفلك كبدا عقتا يا قبلك مركاسي وكان مركا عيريان كفلك كبدا عقتا يا قبلك مركاسي نقال وحسوق لي مركا عيلو وحانا بحيا شامع موسى وحيا ذي سنة توبر ياسو كبردو ده وحسوق لي ويريان وحانا بحي دفاع مركا مركز الواي سودي بين خط كده برتن كجرانكا عيران كحوك كبد عقته قبل خمكاسي نقول واكون واكن عيرانكا مركن قرصور كم حاو شيء جيا قرصور كم حاو تي مامي مركن وبنات واركورة بأمينا وعاني ذكوري نقول واي صلا بن كريان واكن ركورة بنات وعك عكم النات تاجر يلا ونقول مركن عيارت مركن وحاي نقطة ركورة وحانا بالنالتي قلي عياريان كداد يوسف كاسو كحن وعياريان كالتمج وحاي مركاني قليين بالنالتي يا ريكوري وحاسلو قولي قيدة غدي ستيتن يا ستيتنات وبالنالتي مركان براوار استاديوم سوحان كتا قيري ياشا يا اسخبصدي احمد بلال وحاو كحن يهي انو ريكوري كو قلي كحلي ستيتن غدي ستيتن يا ستيت عيارتو قبقب كدوي وحي عيالتو إذا ساحب دي كليهين ساحب هاو بحي المركن عينو هاي سنة ليبان الياس وقول ككوشرا هي سيوه كلف مصد كلي ومركز يا هاد عيالتو أي اللبا إيا اللبا نقاطو عينو عيالي كرين وبناتي ليبان الياس وحكو سنودان وقول وداك كليا عيالتا دحدا دا قبطي الركوري وحاو الركورة هورا وقبطي حيكو كبدا عدتا قبل كنو قال برو بستيجكا مركز وحي كدور من عيالتا دحدا دا الركوري مركز ما كقبان دونا مركز وعيار كلو عتيبة ليبان إلياس يا مركن الغادي دونك بدا وكم عياريان كلوسو وكي شيء عياريان كمركن الوسو وكي شيء كبدا ولك كبدا عكتا يقبل كمركاسي نقال مركن وعايز ديارين يا ليبان إلياس مراوار استاديم من شنيركا يا مركن الوسو وكي شيء وحوضناها فرتكو هيا كمانان يا كمانان تاغير يالا مركزو نقاط تاغير و توماسكا عبد الحميد توماسكا يا ليبان ياس توماسكا الى ليبان ياس ايا لوكرا بحي مركن سقاشن اي مركن كدو دهي واسديتن يا سقال واكن عبد الحميد واكن توماسكا ليبان ياس توماسكا وودل يا مركن جول 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 وحاس خمسة دمير عواد الدفاردك سلامات سلامات مركن جول 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 واي صولة بتين وادغ غدي ودن بيس عيارتا واي صولة بتين مركني در عصدو دغ غدو دن بيس عيارتا واي صولة بتين مركن اولاد العاصمة واي صولة بتين بربارت دوني سيني كود بازدقان برحد قروي عزيز مركني عبد الحميد توماسكا اي عيارتو كسو عليي عبد الحميد توماسكا وكان كبدي عجيبك هيد وقولك كبوغ دي ليبان الياس عبد الحميد بوم ليبان الياس وحو حبك قبان كروي لادك عجيبك ها وحب حيكارك عسانك توماسكا قولك ايود اليي قرمد ايو الله بحي وحان او بحيكارك عسانك ما دام او قبي كار هرودة وحان حيرك كبدي عكو شيقي عياريان كان لبحا قرنك انقوني هيكار شالله اما هرودة وحان هرو markaas uu qabay kaart jaala waxaanay noqotay halka halo casaana waxa ku soo haray garoonka tabar ciyaariyahan oo markaasii dhanka nugaala ciyaariyahankii goolka dhaliyeena waxa uu baxay kaarka casaanka way isbedeshay ciyaartu markan waakan waa soo dhig ciyaariyahanka nambarka 8aad waakan xamse waakan sheekha markale bartanka garoonka ciyaartu way isbedeshay waakan markale waa soo dhiibay waxay noqotay laba iyo labo عبد الحميد توماسكا يا غادي سغاشنات عيالته كسو عليي قلك كبدا عقتا غوبلكا مركاسي ان نوغال او نمبركا لحاتك علامه سوان عياريان كارك عسانك وبحي سغاشن كي دقيقه واي سو دمادين وقتي رسمي انا واو سو دمادي وحانا مركان لو دري 3 دقيقه او ديشنال تايما جول كي خليغان يمادا وهذا فول قاتل وانا جول كديما سدا وانا جول كديليا رجدا كمانان تاغير يالا حمزه شيخه انكو كدليه ميل كدو ايو مركني تاغين هي
وكان حمزة الشيخة وسوري بالمركن كلها ديلينتا وكان شيخة مركن عبد السلام ديمانكا عيارتو واللبا يلبا مركني صاحب يال وحانا فينا الكليس كده دي لايم كأفر جول وكان مركن وسوري ببرتن كجرونكا وكان عيريانكا خد كده حير يورو عيريانكا بدل كسوق لي يورو وحول عياري صاحب كأيان لي وكان أيان لميسي وكان ميسي أيان لي برسوك بدا مركن كرسور كو حول تلما ميقا عن تورسو بيارتو مركن وحايو كدو ده هاي ركوريال وحايو كدو ده هاي كول كولا ديو بلسو ولي ما يسان دمان وكان مركن لبرتن كجرونكا قول كحلق ايما دا وقول كدما صدا وانو قول كدي لي رجدا تاقي رياشا مركاسي قول كان لغا كينو وكان عياريانكا وصودي بي حمس الشيخ وكان دكا وكان قدها ديلينتا وكان مركن يا سلام يا سلام يا سلام أسطور يا ستار واي صودا ما تعيارتو سيغاستان دقيقو يا ستح دي دقيقو ايديشنال تيمكا واي صودا ما دين مركن وحانا لجل ادي يا بنات يا ريكوريال وحانا لوكا لبعيدونا كوكا ريكوريال مركني وحانا مركز شقده وقوة ده قوتها على لبدا قول وده ومسلح بوفا يسلوك لليبان إلياس وحانا مركز لو ديار قلوه دونا ان كوح وليبا اما كل وليبا وصوح وشو شن عياريها ومركز ركور ياسا وطورا وحانا مركز قرون كوكترا افر كم لدا عياريها النبي وطوري حلقة تبدا عدد قبل كا مركز هيلا عيارتي مدو ركور ياسا وحانا قدر كبحي ميت كم العياري هندي شنطة الدولاش يا سيدلي وأحمد فيدال وغيب توري كله كبدل كبحي وحان مركني لو تاقي يا سيدي نصيب كوكا لقادنا هايين الله بدا قول وده العياري هندي حلقة كبدا عكت قبل هذا هيلان يسقوك لا حلقة كبدا عكت قبل كا مركاسي نوال عيارتنا وحي سوقا دي وچكي قدن بي مرحلة دي يقود دنبيسي وكان عياريان كان نمبر كسد عاد يقولكم كبدا حق في قبل كهيلا متشابه كواسي او عاد وقم كل قد دنبيه قول كل قد كان يكون ليسا وحانا مركن يدو دوشينا يا غيبا كمي صاحب لي ومركاسي كل الساحب كبدا حق توا بر عد يبرمدو وانا كدون هاينا قولي سنو استيتش انت كردم اندمات كركور ياشا متشابه وحاولي المينيا xilliga adag ee markaas kooxdiisa goolka laga soo barbareeyay waa number ka saddexaad ee difaaca waana difaac shaqo badan ka qabtay intuu ku jiray garoonka waxa la hadlayay maxamed abdullah waa tababarihiisa iyo sidoo kale kabtankiisa waxay leeyeen saaxiib maaha maalintii aan niyadda iska jabin lahayd ee sawaa markii aan meel kaliya ugu soo wada jeesan lahayn inaan guuleysano mugaal sidoo kale cabdixakiin saciid muusa waxa uu dardaarankii ugu dambeeyay ciyaaryahanadiisa وحوله ما تشوقنا ميل عن كسر الله بنو ما نتشوقنا ميل نلقلك جوش أي نقطة بنك الكلام وحلو بها هي عياريها أول با إنه مركز جوش أي نقول جاميو وحلك كبد عكت قبل كهيل لان يسوق كلا نقال وحال يسوق على الكوريال حكف بقاني نشاش لا تلفيش كسال كيف تجي كاسو أتو سوق داون دون تان الكوريال شن عبد الله حاتي حسن وحول عبد الحادين يا عيار تنك بدم بيستا وحان يسو قادي في النال مركني ترتك عيارها قبل ذي بلان وحالة صو وكيلون دونا الشن عياري هن قلت كبدا عقتا قبل كهيلان يسو كلام قال انت انا قادي انت كورياسا انا مركني كورا جينا صاحب شعيب داد ومركاسي بلايك دونا قاب او ارك عيارتا مركاسي عيارتا كما دنبايستا شعيب كسولو محمد حفيدك أدبض أمها سنت هاي وأنا كأجمع هاد علني يا سيد وناكسين عيارتك قلبت في نال كادو دا دهيني سيد طبعا عيارتي وحي كسو إلا تلبا يلا بو وح اللو قد بيا ريكوري تاسو حقي جين دون تر ريكورا هاسو طبعا سو ساري دون نتيجة دا حلقة دبال دقي دونا ما وح لقد دبال دقي دونا برحد قرو ويمس وح لقد دبال دقي دونا برحد دهاريت لبدا حلبة طبعا وح ميدو الباهي ورجين يا إن مقال مدح دا قبل كا وترتم يانين لقد دبال دقو لبدا gol hayana dabcan ma aha laba gol haye oo la yareysan karayo gol haya xulka gobolka Haylan haatana sida uu sheegay macaanikiisu si rasmi ah ugu biiray kooxda kubada cagta ee Boosaaso FC
waxa ha golhayihii badbaadiyay ciyaartii hore ha ay ku soo baxayeen finalka maanta haatan waxa dabcan la dardaarmaya garsooraha koowaad ee ciyaarta iyo labada calanwade dhanka kale to buufan oo ah garto golhayaha kooxda gobolka Nugaal asagana dhankiisa mashar yar oo dabcan waxa maanta la sugi doona natiijada ka dhalata rikorayaasha dabcan golhayaha xulka gobolka Highland waa la bariyaya oo duceysanaya wuxuuna rajaynaya in sidii uu xulkiisa u badbaadiyo oo uu keeno finalka markii ugu horeysa taariikhda abid inuu isna sameeyo taariikh iyo rikoor cusub oo markii ugu horeysa taariikhda magaalada dhahar barxadeeda laga dabaaldego labadii sano ugu dambeeyay labadii dabcan koob ugu dambeeyay barxadda garowaya laga dabaaldegay balse golhayaha iyo macallinka gobolka Highland wuxuu rajaynayaa in barxadda dhahareed dabcan laga dabaaldego oo ciyaarta si weyn halkaas taageerayaashu uga dabaaldegaanin xafid ka soo dhawow amaasantahay shucayb daad markana waxaa la sugayaa shanta ciyaaryahan ee loo soo xulayo inay tuuraan rikoryaasha ama binaaltiga walow mararka qaar aanay gaadhin shanta ciyaaryahanba oo lagu kala calaf qaado iyadoo maraysa saddex ama sidoo kale afar waxaa markaasi loo kala bixi doonaa maslax buufan iyo ciyaaryahanada Highland iyo sidoo kale liban iliyaas iyo ciyaaryahanada xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal waa kuma galabta geesiga finaalka ku hogaamin doona xulkiisa ma maslax sidoo sheekh ibraahim buufan mise sidoo kale liban iliyaas maxamed finaalka mar keliya waxay istaagaysa waxankii taageerayaasha kuwaasi oo markaa indhaha ku wada haya qaabka ay ugu soo bixi lahaayeen ama ugu guulaysan lahaayeen finaalka xaaladduna markan waa xaalad aan hadal lagu cabiri karin oo markaasi isu beddeshay aamusnaan xul waliba waxa uu eegaya qaabka uu turo ciyaaryahankoodu iyo sida goolwadahoodu u badbaadiyo cabdulaahi xaaji xasan oo kulanka dhexdhexaadinayna waxaa laga sugayaa inuu amro firimbiga si loo tuuro binaaltiga ama rikooraha koowaad liban iliyaas iyo maslax buufan ayay markani xaaladdu ka dhexaysaa waa Nugaal iyo Highland waana runtii ciyaar cajiib ah ciyaaryahanadii Highland u dhaliyay goolasha rikoorayaasha iyo sidoo kale goolwadihii badbaadiyey markii ay la ciyaareen xulka kubadda cagta ee gobolka Mudug way ku sugan yihiin garoonka balse xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal ciyaartii semifinaalka waxa ay ku soo baxeen afar iyo labo ay markaasi ku garaaceen xulka kubadda cagta ee gobolka Cayn waxaa markaasi loo taagan yahay finaaltiga ugu horeeya waa rikooraha ugu horeeya waxaa loo soo wakiishay ciyaaryahankii beddelka ku soo galay waa ceelow ceelow iyo liban iliyaas toobar waxa uu ceelow u soo geliyay inuu tuuro binaaltiga waxa uu ceelow u keenay inuu tuuro rikooraha waayo waxa uu leeyahay waa khabiir dhanka rikoorayaasha ah ceelow ayaa markani u taagan waa nambarka 12aad ceelow ayaa markani u taagan markaasi ceelow ayaa markani kubadda u taagan liban iliyaas ayaa markaasi isdiyaarinaya waa nambarka 12aad ee xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal waa maxamed yuusuf faarax ceelow waa khabiir dhanka rikoorayaasha waana sababta loo soo geliyay ciyaarta oo dhammaad ku dhow waa kan ceelow waa laga qabtay markan ceelow liban iliyaas waa geesiga markani kusadan ceelowna waa laga qabtay markan liban iliyaas waa u qabtay waxaa markan lasoo wakiishay xamse sheekha kaasi oo laatay rikoorihii ugu horeeyey ee xulka kubadda cagta ee gobolka Highland ciyaartii mudug markana waxaa loo soo wakiishay kii koowaad xamse sheekha waxaa la hadlayay saaxiibkii liban iliyaas waxa uu leeyahay saaxiib waa markii ugu horeysay aan ku guuleysanayo koob caalami ah markan dhali kubadda maadaama aan ku wakiilannay annaga iyo tababaraha annaga iyo taageerayaasha waxaa sidaasi la liban iliyaas waxaana u taagan ciyaaryahanka xamse sheekha xamse ayaa markani u taagan maslax buufan xamse sheekha sheekha buufan sheekha buufan sheekha buufan sheekha waa dhaliyay sheekha gool gool sheekha waa dhaliyay markan maslax buufan markana waxba kama uu qaban kubadda sheekha waxa uu mar kale u noqday saaxiibkan waa kan kubaddii sheekha waxa uu ataagay goolka bum isagoo qaab cajiiba markani u tuuray
waxa uu ku dhawaaday masdax buufan inuu kubaddaasi seef gareeyo balse ma ay suurtagelin markan. Mar kale waxaa loo soo wakiishay ciyaaryahanka nambarka 18aad Cabdicasiis Diida oo dowrkii difaacyada. Dhammaan weeraryahanada waxa uu ka soo hormariyey markan difaac markii ceelow laga qabtay oo weeraryahan ah. Tobaruhu markan waxa uu eegayaa ciyaaryahan Cabdicasiis Diida, waa kan Diida gool. Diida waa u dhaliyay markan, waxa uuna diidan yahay markaa xulkiisu uu ku hadho ciyaarta finaalka. Cabdicasiis Diida waa u dhaliyay goolka Liban Ilyaasna, markii koowaad ayaa laga dhaliyay. Waa 2-1. Calaamada guduudka ah waxay ka muuqataa dhanka xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal, kuwaas oo dayacay finaalsigii ugu horreeyay. Waa kan Xabiib ayaa markani la soo wakiishay. Xabiib fi kulli makaan, ciyaaryahankii ugu orodka badnaa khad ka dhexeeya Hayland ayaa markani loo soo wakiishay. Xabiib waa nambarka 23aad, waana khad ka dhexeeya cajiibka. Markan Xabiib ayaa u taagan. Xabiib Cali Xirsi waa khad ka dhexe, waa kubad burburiyaa xulka kubadda cagta ee gobolka Hayland, waxa uuna markan u taagan yahay binaalti. Xabiib waa kan, waa kan Xabiib. Xabiib ila maslax, maslax ila Xabiib, Xabiib ila maslax. Xabiib waa dhaliyay markan, waxa uu leeyahay Xabiib markan waa markaygii, waa Hayland ay koobka ku guuleysan lahayd. Maslax waa u dadaalayaa balse ma uusan qaban. Maslax waa gool wada ay ka muuqato inuu yaqaano qabashada rikoodhaha balse marka nasiibkuuma saacidayo oo waxa uu ku dhawaarayaa mar kasta inuu qabto. Waa kan Cabdulqaadir Naane ayaa markani uu taagan. Waa markii Naane Liban Ilyaas Cabdulqaadir Naane, Cabdulqaadir Naane ila Ilyaas Naane, waa dhaliyay Naane. Liban Ilyaasna waxaa loo diray jiha kale, waxaana loo diray meel kale, waan kubaddu joogin. Naani waxa uu saaxiibkii buufan ku leeyahay, saaxiib ma joogno meel aan ka laabanno, isku day inaad mar keliya haba yaraatee mar keliyaba ha noqotee inaad mar keliya qabato. Waxaana markan kubadda u soo socda Axmed Fidal, Fidal nambarka 6aad, ciyaaryahanka nambarka 6aad ayaa markani kubaddaasi u taagan. Oo Fidal waa kan Axmed, waa kan masax buufan. Fidaal waa dhaliyay Fidaalna, masax buufanna waa laga dhaliyay. Fidaal sidoo kale ciyaartii hore ee midugu waa u dhaliyay kubadda, markana waa u dhaliyay. Sheekaduna markan waa 3-3, balse waxay maraysaa 3 ay dhaliyeen Hayland iyo sidoo kale 2 ay dhaliyeen Nugaal, waana 2-3. Mid kastaana waxa uu tuurtay 3 rikoore. Masax buufan waa gool wadaa xul kubadda cagta ee gobolka markaasi Nugaal. Waxaa la soo wakiishay ciyaaryahan kale oo beddel ku soo galay. Ciyaaryahankii hore ee beddelka ku soo galay kubadda waa u dayacay, kanina waa Euro oo markaasi beddel ku soo galay, waana mid ka mid a ciyaaryahanada la soo geliyey xilliyadii dambe ee ciyaarta. Waa kan Euro ayaa u taagan markan, Euro waa u taagan markan, nambarka 9aad Euro waa u dhaliyay markan. Euro waa u dhaliyay Liban Ilyaasna waa laga booqday. Ciyaartuna markan waxa ay maraysaa 4-3, balse kii 4aad ee weli Hayland ma uusan tuuran. Maslax buufan kabtankiisa iyo nambarka 9aad ee markani dhaliyay waxay ku leeyihiin saaxiib markan waa markaagii, yaa Maslax yaa buufoon. Balse markan waxaa soo kacay Shaif, waa kan Shaif, Shaifka Haylaaneed waxa uu doonayaa isaga oo beddel ku soo galay inuu shabaga ka booqdo. Weliba binaalti ama rikoore Maslax buufan. Waa ciyaaryahanka Shaif Cabdisalaan Maxamed, waa kan Shaif. Maaha kani mid kubadda aad uga durkay, waa ciyaaryahanka Shaif. Shaif waa kan Shaif, markan waa awlaaday kubaddu birta birta birta, waxay kaga dhacday birta, ayay kaga dhacday Shaif, waxa ay kaga dhacday birta dhanka bidixka xigta goolwada Maslax buufan. Sheekaduna waxay noqotay markan 3-3, waxaana markan haray 2-1.
kooxda markan laga qabto xamsa sheekh ayaa markan saaxiibkii shaayib ku leh saaxiib kubadda cagtu waa barcad iyo barmadow rikooruna waa mar aad dalinayso iyo mar aad dayacayso ee haniyad jabin waxaa haray mid iyo mid xulka kubadda laga qabto ee laga dhaliyo guud ahaanba waxa uu macasalaameynayaa tartanka waxaana markan u taagan cabdilaahi kaarloos garsoorka iyo kuxigeenkiisu markan waxay ka wada tashanayaan masiirka iyo go'aanka u dambeeya ee ciyaarta cabdilaahi kaarloos ayaa markani loo soo wakiishay shanta hore waxaa dhiman mid keliya waana cabdilaahi kaarloos haddii uu dhaliyo maslaxbuufanna qabto waxay u dabaaldegayaan nugaal koobka waa kan cabdilaahi kaarloos cabdilaahi kaarloos waxa uu taagan yahay kubaddan cabdilaahi kaarloos waa kan cabdilaahi ila libaan cabdilaahi ila libaan waa qabtay libaan waa qabtay markan aamin waa u qabtay libaan waa geesiga ciyaarta mar kale waxa uu siiyey janis ciyaaryahanadiisa xulka kubadda cagta ee gobolka ilaan waxa uu leeyahay waan qabtay mar labaadna waan qabtay keliya inoo dhaliya si aan ugu dabaaldegno darista dhahareed maslaxbuufanna waxaa hortaalla imtixaankii ugu adkaa intuu socday koobkan waa kubaddii u dambaysay waa kabtoonkii cajiibka ahaa ee markaasi goolkii u dambeeyey ka dhaliyey xulka kubadda cagta ee gobolka mudug ciyaartii rikoorayaasha waxaana mar kale loo soo wakiishay markii shanaad waa nambarka shanaad waxaana loo soo wakiishay markii shanaad ayuu tuurayaa waxa uu leeyahay kabtanku taageerayaasha yuu kalsoonaada waxaan dhalinayaa goolkan haddii alla subxaana wa tacaala uu qoray waa kan markan waa kan canjeex waa u dhaliyay markan maslaxbuufanna waxaa loo diray jiha kale hambalyo haylaan waa ay guulaysteen hambalyo haylaan finaal hambalyo khibrata siniin maxamed cabdallah hambalyo libaan ilyaas hambalyo canjeex hambalyo maxamed mursi hambalyo xamse sheekha hambalyo libaan ilyaas waa kan libaan waxa uu salaan siinayaa taageerayaashiisa libaan waa geesiga u horseeday in haylaan ku guulaysato koobkan libaan ilyaas runtii waa cajiib kan wuu dhaafay gool wade waa boortiyeeri dhaafay boortiyeeri waana gool wada cajiiba waxa uu qabtay laba binaalti waxa uu qabtay ciyaartii ay mudug ka hor yimaadeen sidoo kale mid waa kan maxamed mursi gool wadihii labaad waa u dabaaldegayaa waa kuwan taageerayaashii haylaan waxay leeyihiin waa markii aan ku dabaaldegi lahayn darista dhahareed ya salaam hambalyo haylaan hambalyo sidoo kale way dadaaleen nugaal waxayna soo gaadheen finaalka balse markan waa laga adkaaday waxay markan u hambalyeynayaan ciyaaryahanadu libaan ilyaas iyo sidoo kale kabtanka waxa uu ducaysanayaa markan kabtanku waxa uuna u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala markaasi oo u suurtageliya inay ku guulaystaan koobkan si lamida sidii mudug waxay ku soo dhammaadeen rikooryaashani afar sidii mudug waxay ahayd afar iyo shan laakiin markan waa saddex iyo afar oo waxaa dayacay mid ka mid a ciyaaryahanada xulka kubadda cagta ee gobolka haylaan hambalyo champions sannadka laba kun koob iyo labaatan xulkani waxa uu ku guulaystay koobka gobollada puntland waa kuwan ciyaaryahanadii nugaal kuwaasi oo dadaalay finaalna soo gaadhay cabdisalaam dheemanka waxa uu markaasi leeyahay waa dadaasheen waxa uu sidoo kale la qaybsanayaa murugada guuldarrada walaalkii cabdicasiis diidda oo markani ka hor yimid waana walaalkiisa ka weyn ee markani kaga hor imanayay miro awaare stadium cabdisalaam dheemanka sheekh xamse khaalid budul iyo dhammaan ciyaaryahanada xulka kubadda cagta ee gobolka haylaan waxay ku guulaysteen koobkan waxaana isla goobta lagu guddoonsiin doonaa koobkaasi uu guddoonsiin doono madaxweyne ku-xigeenka puntland oo markani ku sugan gudaha garoonka ahna kusimaha madaxweynaha waana mas-uulka ugu sarreeya ciyaartani ka soo qayb galay sidoo kale guddoomiyaha guud ee xidhiidhka kubadda cagta soomaaliya
Hambali wa Highland Champions.
waxaan bixinaynaa abaalmarino kala gedisan. Waxaan doonaynaa madaxweynuhu inuu guddoonsiiyo cid kasta oo leh mudan ama mudan abaalmarinta, oo isugu jira kooxda guulaysatay kooxda koobka kaalinta labaad iyo kooxaha kala gedisan, ciyaaryahanadii ugu fiicnaa, ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee muujiyey gooldhalinta ugu wanaagsan iyo kooxdii ugu wanaagsanayd. Waxaan kaloo abaalmarino kala gedisan siinaynaa cid kastoo qayb ka qaadatay koobkan, oo ay ka mid yihiin ciidamadii amniga. Waxaan yana aada ugu mahadnaqaynaa, doonaynaa halkan uga mahadnaqno isbitaalka qaran oo runtii muddadii tartankan uu socday iyaguna si bilaasha loola shaqaynayay cid kasta wax soo gaadhaana, runtii daawo bilaasha nala garab taagnaa, iyo cid kasta oo maaragtay gacan ka qaadatay ka geysatay runtii daawo bilaasha nala garab taagnaa, iyo cid kasta oo maaragtay gacan ka qaadatay ka geysatay. Waxaan ku soo dhoweynayaa madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka Puntland, aana ku sinaha madaxweynaha. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن سلام يا قلها وسير رده وحي كتشوغة قلها حل بان نده حلير كعكتا مسؤولين تودة وضياسة كلا مسؤولين تايا شام عقوه الرئيو صحافة دا عيدا مدا كسو غيب قلياشا تاقرياشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي هذه آه بي قلبت فرحد وين يقولها إن أنا كسو غيب قلو حليتان كا أما بحنت كوب كا عياره يسوس علي مدد ديرا وسيرك يسوس علي ورنتي سيدا نبت قلية دا وأمان تلي وسوس علي وحضارة دالي ولك لبديي ورنتي عيارها سيدا دا وحلقها لا فائدوين بيليهين ووين توه الرئيس أبو حوي يساحب تنمو يسبرشو إما كا سغالك قبل بودلان وحلقيا ما مركو ورينان يساقون عيارتي قودو هاد دواه ودوالالو ويسو دي يقانين فايدة دكرا كسو بحيس أبو حوي سيدو سيركو شاقي حلكي قران كا كسو بحيا وحلقيا ما قبل ربلا ينقف أما اللبا محايته حلك قران كا لقد دورته وإنو هالكا كهلو حل قران ومحايته baxnimo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo dhammaadka ciyaartii oo aan leedahay runtii Nugaal iyo Highland waxba lama kala badin, waa isku mid baa tihiin, rigoore ahayd baa lagu kala badiyey, ciyaar wanaagsan baad muujiseen. Reer Nugaaleed waxaan leeyahay intii jaamciyadi baan leedahay waa marti baa laydin yahay, walaalihiin baa badiyey, hal gool bay idin dheeraadeen sanadka dambe ama gool ama koob badan baad haystaan sida la sheegay. Marka waxa weeye maanta waad ku sii sagootiyeysaan walaalihiin reer Highland, runtiina waa la qabaa sida jac sheegayay. Intii maanta Nugaali badin lahayd inay Highland badiso, waayo waa gobolladii ugu dambeeyey bay ku jirtaa. Maxay tahay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa inay iyadoo gobolladii waaweynaa hore aan ka mid ahayn ay maanta ay koobkii qaado waa dadaal weyn weeye. Aad baan ugu faraxsan oo ugu hambalyeynayaa, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Intaasaynu kusoo gabagabayna, waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa nabadgelyada inoogu dhammaatay. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa oo ammaanayaa wasaaradda shaqada iyo isboortiga sidii ay wanaagsanayd ee u maamushay. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa ciidanka amniga sugay. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa oo ammaanayaa taageerayaasha nabadgelyada muujiyey ee xamaasadda halkaa la soo fadhiistay. Waan arkayay gabdho suuxaya oo halkaa la qaadqaadayo. Waa xamaasad, waa taageeranimo, waa aad iyo aad bay
ويدرجلين اي دتكو ديرجلين ادي ياد بعد ما حسيتين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه ادو ما سي هي مدحمين كخينك دولتا بوتلان ان طبعا ترتكن كبد عقتا مامورده او مركا كيقيب غلين الى اي مركاسي ان سغالكا ان غوبله مركا دولتا بوتلان ككوبنتاي وحو حميد عبد حماسد بدن طبعا حديان راعي دنكه كله خلك كبد عقتا غوبلك لوغال وانا اني اورن لها وا خلك اغو نسيف كبد سببتو ان غوشي غولدرده وهلكيد لكن وحي نوقدن خلكي كلكودي اوغو هورين او مدحمينها دولتا بوتلان لو داوداي كلكودي اوغو دنبيين مدحمينك خينك dalu daawad marka aad maasiin guushu gurdarada halkeedi imi waxaan bilaabaynaa dhanka bixinta abaalmarada kala gidisan iyadoo tartankan ee xiriirka kubada cagta dalka Soomaaliya oo kaashanaya ee xiriirka kubada cagta Puntland laantooda aan marka sintonta en abdiqayr ayaan markaa u yareynaa hadii kale ee wakiil ka socda en qaran hospital waa kuwan dabcan nasiib ayay markaa yeesheen haay si markaa free ayay ku shaqeynayaan sida markaa ay noo sheegeen masuuliyiinta abdiqayr qaliif waa markaa gudoonsiyay madaxweyne ku xigeenka iyo sidoo kale wasiirkii shaqada shaqaalaha ee dawladda Puntland waxa ku xigeen u yareeyaan markan si la mid ah isbitaaladu aad iyo runtii u dadaaleen urka bishaas luul daahir umar ayaa sidoo kale u yareeyna halkan inay ka qaadato shaada sharaf ay ku mutaysatay urkoodu ay ku mutaysteen kaalintii lama iloobanka ahayd aniga xitaa kaliina ka qaatay mar marka aan madax ka dhaawacmay aad u maasiihiin een waxaan sidoo kale een madaxweyne ku xigeenka ayaa marka bixinaya luul daahir u yareeyna ama wakiil ka socda urka markaasi bishaas inay soo degdegaan markaa rajaynayna waatan een luul waa timid ee madaxweynaha ku xigeenka ayaana markaa iyo wasiirka farta ka saaray shaadada quruuxda badan oo noqon doonta taariikh markaa meel u gali doonta aad ama santa luul si la mid ah waxaan u yareynaa shirkada iyana laanteeda aanay suurtagalka noqon karin in tartanka uu socdo ee goolis shirkada dalka isgaarsiinta Cabdiweli Axmed Shire shaadada quruuxda badan ee lagu maamusay shirkada isgaarsiinta ee markaasi dawladda Puntland sida weyn markaa iyadu uga dhex muuqato ayaan markaa u yareynaa shirkada goolis waxa uu qaaliyay masuulka markaasi Cabdiweli Axmed Shire waxaan u yareynaa een dabcan een waxa markaa ku xiga aad u maasiin yahay Cabdiweli shirkadiisa goolis waxaan u yareynaa een heeda markaasi liirado UNFPA hadii markaa la hayo in Kamaal Daahir ayaa markaa u yareynaa Kamaal Daahir ayaa markaa u qaadiya shaadada quruuxda badan oo madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland markaa uu gudoonsiinayo een ururkan ama heedan UNFPA oo runtii saaciday tartanka een waxaana markaa ay saacideen marka looga dhaqaalaha inta qayb ahaan tartanka markaa uu ku socday ayay wax ka bixeen waatay een waxaan u yareynaa runtii een heedan hadaan u yareeyo mid ka mid ah dadka ugu shaqada badnaa intaan markaa Puntland ku sugnaa tartanka markaa uu socday waa heeda police-ka dawladda Puntland hay'adda booliska dawladda Puntland Axmed Gurey runtii ma fariisaneyn Axmed Gurey waxaan markaa uu hadba socday garoonka geesihiisa anigu marqaatiyan ka ahaa inta tartanka uu socday oo aan halkan markaa haadir kuuga ahaa taliye Axmed Gurey ayaana markaa qaatay si la mid ah aad ayuu maasiin si la mid ah inankan dhalintii ee dadaalka runtii isagii bakooradiisii garoonka hadba way wareegayeen aad ay u shaqeynayeen een aad ay u maasiin booliska markaasi dawladda Puntland dadaalka xoogan halkan markay ka sameeyeen qaybta labaad ee munaasabadahan markaa u gali doonaa waxaana markaasi ay tahay ay munaasabadii ama marradii la ka bilaabaha ayaan eegi doonaa marka halkan in looga bilaaban doonto waxaan u yareeyaa dabcan macalinka ugu wanaagsanaa tartanka kubadda cagta sideedaad ee dawladda Puntland macalin Maxamed Cabdullah Haylan macalinka ugu daala weyn macalimiinta kubadda cagta ee 9 gobol ayaa ninkan runtii aan u qiyaasay Maxamed Cabdullah macalin runtii respect leh dadaal badan spirita jilbaha dhulka dhigta koobkiina gacantu ku dhigay Haylan inaan koobka geeyo taariikh sameeyaan doonaa uu yiri dabaan calafkiisina gacantu markaa ku haya
وأتاي وحنا هذا ويريا إن تيم كي وجو ناقصنا ترتكو كبر دعك تسديدات دولة بودلان قردفو قبل كقردفو وهم متيسين كبر قروح بدنا يصابن لجين طبعا حولك قبل كقردفو وحامرك أوقاري مسؤول كان إن شاددي خروج البلد وبلدي خروج البلد يكون متشجعين تيم كوجو نحسنا ترتقي كوبات عكس ديلاد مركزي دولة بودلان الصومالية واتاي هذا وحنو يري مركز وعلى سوق جاري جول نليا وجول أيها كوجو نحسنا ترتقي كوبات عكس ديلاد طبعا واضح صدا وأنا قرن إنسان وين كده غير لبعض السنة جرت لقوم قعبو ليبان إلياس وهايلان مركز جول كوقبته شن إلا يلي حين فيلي يقول كل هذه اللي كانوا بد بادي أنت ترتك وسعلي دبا مركا لوسين دون اليابان أيا اللي يا سيد مركا يقول يقول ليهين إن قلنا ليها ترتنكا لاعب كنا يافك لها معجزة بحور أيا نويري مكان لاعب كبحور هديه سجوجين وكيل أيا دبا عنو قاعد دونا هديه سجوجين بحور وحاضر إن اليابان ليس أيا مركا إيمانية سنس لي أي een gool ayaa marka ugu wanaagsanaa laakiin baxwar ayaan weeray waa kan laacibkii markaasii een xulka xulkiisa wacdaha marka dhigay goolasha layaabkan shabaq marka isagu dhaafiyay misal baxwar waad u qalantaa dabcan inaad marka noqoto tabisoorarka ama goolaliya een tirsanka waatay baxwar iyo jaadu ma sayay imika waxa markaasii aan ka sii socon doonaa isamakan aan u yareynaa een best player ama laacibkii ugu wanaagsanaa tartanka kubadda cagta ee dawladda Puntland tii sideedaad oo mir awara lagu soo gabagabeeyay maxamuud maxamed jaamac injineerka loo yeeray markan injineerka wuxuu ka tirsan yahay xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal runtii dadaal xoogan u sameeyay goolal muhiim u dhaliyay injineerka ayaa marka qaaday isagoo runtii aad u faraxsan injineer ee misbiyaad waadilaashay goolal muhiim ah dhalisay laakiin koobkii calafku wuxuu noqday haylan Nugaal waadilaashay laba baysata ma yareysato waxayna sheekada ku wanaagsanayd in meel kale duul koobku u aado waatahay dhimika waxaan marka u yareynaa bilada kaalinta labaad laakiin aan ka hormariyo goolayaha abaalmarintiisii aan ka hormariyo yaanan ka tagin goolayaha la yaab kale waatahay bilada kaalinta labaad bilada واتاي قوب كالين طلبات كالين طلبات أبال مرين تلن كان لعكتا كالين طلبات أبال مرين تقدو مياه كوحدة كوبادة عكتا اي قبل كالنوغال اي دولادة بودلان قدو مياه سعيد قدو مياه اسبورتيقا اي قبل كا هدي وجوغو حادر يالكن هصو حادر دبعا قدو مياه سعيد هذا هو دلال رنتي وقدومي استقو مركا هاري هبين اتاقنا عين كوحد ورمرتو وانا اوغل ما ابل بريتي رنتي واوجدان لعدت ابل بريتي حلقو كبادة عدت انو قال كانين طلبات كن ايشان بقولو دولار جالي ذا هاي اتاقر ياشنا مدى كين دونان وقرسنتاي هذا وقرسنتاي واتاي ايمي كان او يارا مركا هدي بلدي كانين طلبات لبادة يقاتين بلدي كانين طلبات حلقة كبادة عدت كقول اسياشة كبادة عدت قبلادة بودلان ايه هايلان gudoomiyaha dhalinyarada ayaa markaa u qaaday misal hore oo aad runtii markaa spirit ninkan markaa u leh garoonka hadba lix socday intii ciyaaruhu markaa ay socdeen aadna u dhiirigelinayay xulkiisi ayuu markaa kaliyay waatay dabcan goolayaha xulka kubadda cagta haylan misr liban elias abarbarintiisi waxa uu hayaa marka masuuliyiinta xililka marka ay wasaaladda waa uu marka gudoomi doona sida marka lagu wargeliyay iminka waxaan u yariyaa waxa dhimanba waxaan filayaa marka ay yarihiin dabcan media raali ahaadeen aadan isugu badanay sida dadteed waa naga tagay waa raali aanina shaqada aan qabanay waa mid markaasi waajib ahayd aad ayuu masiin masuuliyiinta waxaan u yariyaa kabtanka xulka kubadda cagta haylan in uu markaasi gudoomo koobka quruxda badan tii sideedaad ee kubadda cagta dawladda Puntland ee Soomaaliya ayaa markaa la gudoonsiin doonaa koob qurux badan naqshadeysan oo isu diyaariyay dabcan kabtan canjeex ayaa markaa u qaadaya kabitaano canjeex waa nin runtii aad u dheer khafiifa dadaal badan dhaqaaq badan waa u qalmaa kabtannimada waa u qalmaa in markaasi koobkan quruxda badan markaa la gudoonsiiyo canjeex ayaa qaadaya أو قولي هايلان
صح